اي معلومات خالص. بيعمل هذه البروسيدر وهو حزين ولا هو سعيد وفرحان؟ ها كلكم وصل لكم المعلومه ان هو حزين، وفعلا هو ده الصح، لان هو عارف ان الواد ده هيموت بعد ساعتين من هذه البروسيدر، ولا توجد قوه على الارض يمكن انقاذ هذا الولد من الموت حتى هذه اللحظه. اعتقد انا كده شرحت السودو ممبرينس انفلاميشن. السودو ممبرينس انفلاميشن او الممبرينس انفلاميشن اكتبوا عليه كاتيجوري ايه؟ نظري وجار وكيس وكلاس ايه؟ نكزاك. يعني السودو ممبرينس انفلاميشن ركزوا معايا. السودو ممبرينس انفلاميشن ده ديزيز ولا حاجه في الزراعه؟ طالما ديزيز لازم يبقى بايه؟ ديفينيشن اند كاركترز. هو سيفير انفلاميشن اوف ميوكس ممبرين. لحد دلوقتي خدنا كام نوع من الانفلاميشن يحصل في ميوكس ممبرين؟ يلا نتكلم بالعلم بقى، خدنا كام واحد؟ ها؟ ثلاثة. شاطرة يا دكتورة، إيه الثلاثة؟ السبيورتي، لأن السبيورتي بيحصل في أي حتة لو في بايوجينيك بكتيريا. اثنين كتارة لو الإريديشن مايلد. ثلاثة سودو ممبرينس. وصلت المعلومة؟ It's a severe inflammation of mucous membrane characterized by formation of false membrane. يعني false، يعني خلايا مقتولة وملزقة بالفايبرنت. ازاي؟ اتيولوجي. اشهر اكزامبل على السودو ممبرينس انفلاميشن مرضين. اول مرض اسمه الدفتيريا. اسمه ايه؟ وده مرض الاطفال. الدفتيريا بالعربي يعني طيب سموا ليه الدفتيريا دفتيريا؟ ها؟ علم انجليزي ولا الماني؟ دفتيريا. البكتيريا سموها لان هي اللي بتعمل مرض الدفتيريا. فليه سموه يعني دفتيريا ليترالي حرفيا؟ الدفتيريا ليترالي يعني سكن، لان هي بتحول الميوكس ممبرين اللي هو شفاف وبتشوف من خلاله الدم لحاجه زي الجلد، زي الصوره اللي قدامكم ديت. حضراتكم الميس اكزامبل على السودو ممبرينس انفلاميشن الدفتيريا في الريسبيراتوري تراكت اللي هي الكوراني بكتيريا دفتيري اند باسيلاري ديزنتري الديزنتريا العصويه اللي بتيجي في اللور جي اي. ازاي؟ مين اللي يتحكم في نوع الانفلاميشن؟ الجسم ولا الاورجانيزم؟ الاورجانيزم. لان شرط السودو ممبرينس انفلاميشن يحصل انفلاميشن ببكتيريا قادره على افراز الاكزوتوكسين. قادره على ايه؟ افراز الاكزوتوكسين. ما هو الاكزوتوكسين؟ خدتوش مايكرو لحد دلوقتي؟ اي بكتيريا عره لو ماتت الاورجانيزم بالنسبه لجسمنا توكسين. دي اسمها اندوتوكسين، لانها بتطلع بالبكتيريا اما تموت. ولكن البكتيريا المحترمه وعلى مستواكم ما فيش غير اثنين، الكوراني بكتيريا مدفيري والشيجيلا اللي بتعمل باسيلاري ديزنتري، دي لها سلاح وهي عايشه بتطلع اكزوتوكسين. وطبعا الاكزوتوكسين زي ميه النار. ركزوا معايا في اللي هيحصل. هيجي الطفل الصغير، لان الدفتيريا دي مرض الاطفال، بيجي هذا الطفل فبتخش البكتيريا وتقف على الحنجره بتاعته اللارنكس وتراكيه، واقفه دلوقتي على الميوكس ممبرين اهي. هل البكتيريا بتاعت الدفتيريا موتايل متحركه؟ قاعده اقولها لكم في المايكرو، اي بكتيريا لها سلاح مش محتاجه تتحرك. امريكا عندها سلاح الطيران تضرب اي حته في العالم وهي حاطه رجل على رجل هناك. فالبكتيريا الموتايل تيجي تقف على الميوكس ممبرين وبعد كده تروح مطلعه اكزوتوكسين. تطلع ايه؟ اما تطلع الاكزوتوكسين هيعمل ايه على الميوكس ممبرين سيلز الابيثيليا؟ يموتها. كل الوقت الميوكس ممبرين سيلز ايبيثيليوم ماتت. طب وبعد ما تموت الاكزوتوكسين هيديفيوز. ممكن يا دكتور نخش بالباب الثاني الثاني اللي بعده. الاكزوتوكسين هيديفيوز على السب ايبيثيليوم. هل البكتيريا بتنزل تحت؟ ليه؟ ايموتايل عشان ده سلاح. اما ينزل على السب ايبيثيليوم هيحصل في اكيوت انفلاميشن. يعني ايه اكيوت انفلاميشن؟ فازو دايلاتيشن ويطلع اكيوت انفلاماتوري سيل نيتروفيل ماكروفيج ويطلع لنا فايبرينوجين
فالحاجات دي تديفيوز على الخلايا الميته وتلزقها في بعض. عرفتوا ايه هو السودو ممبرين؟ السودو ممبرين عباره عن النكروتيك ايبيثيليال سيلز اللي ماتت بالتوكسين ملزقه في بعض بالفايبرين والانفلاماتوري سيلز. النت ريزلت جروسلي الواد ده هنجرته في حالات الدفتيريا هيبقى ما فيش ميوكس ممبرين. الميوكس ممبرين شفافه، خليه وهي عايشه شفافه تشوف من خلالها الدم. الميوكس ممبرين هيبقى ريبليسد باي فولس ممبرين. يعني ايه فولس ممبرين؟ يعني النكروتيك سيلز ملزقه ببعض بايه؟ بالفايبرين. بس هنا في سؤال، بيبقى ريبليسد باي ذيس ديرتي جريش يلو ممبرين. حضراتكم الخلية عندما تقتل تكبر ولا تصغر؟ تكبر ولا تصغر؟ تكبر. فبالتالي هذا السودو ممبرين أدخل ولا أرفع من النورمال ميوكس ممبرين في الحنجرة؟ أدخل. ودي حنجرة عيل صغير. الواد ينام مع أبوه وأمه زي الفل. وعلى الساعة 4 الفجر بالظبط من إصابته بالمرض. يصحى يعمل كده. او دي اسمها ايه؟ سترايدر. اختناق. ابوه وامه يعملوا ايه؟ ليه اختنق؟ عشان السودو ممبرين بيسد هذه الحنجره في الاطفال ضيقه كمان. طب وليه السودو ممبرين سد؟ ليه الميوكس ممبرين ما سدش؟ لان هو ثيك. ليه ثيك؟ مكون من خلايا مقتوله. مفهوم اللي بقوله؟ ابوهم يجروا بيه على اقرب دكتور. مين اقرب دكتور؟ الدكتور العره اللي قدامكم دي. فكان لا يملك زمان غير ان يروح جاي بصوابعه مدخله في زور الواد ومقشر الممبرين، يعمل له بيلينج ريموفر. هل هو ده ميوكس ممبرين ولا فولس ممبرين؟ فولس. يعني فولس، خلايا ميته فما وفيها البكتيريا وسمومها. فما يروح مقشره الواد هياخد نفسه ولا لا؟ هياخد. ابوه وامه سعداء جدا، بس الطبيب زي ما انتم شايفين حزين، لانه وانس ان عملتي بيلينج هيبليد، صح ولا انا غلطان؟ ساعتها السموم بكميتها الرهيبه هتخش في الدم، فبعديها بساعتين الواد يجي له توكسيك مايوكارديتس ويموت. وحتى هذه اللحظه لا يمكن انقاذه. جروسلي في السودو ممبرين بميوكس ممبرين will be replaced by dirty thick grayish yellow membrane. If removed it bleed. حضرتك طبعا لو العشري فورمت مرة تانية. So what is the best treatment of diphtheria؟ يعني لحد النهاردة لو عيل صغير جاله ديفتيريا في 98% من الحالات هيموت. وعشان كده ديفتيريا تسمى باللغة العربية الخناق. ليه بيسموها الخناق؟ لانها بتخنق. ولكن لو قشروا الممبرين هيموت فروم توكسيك مايوكارديتس. ايه علاجها؟ قشروا ويديله حاجه تعالج الميكروبات. ايه علاجها؟ What is the best treatment of diphtheria؟ حاجات دواء. The best treatment of diphtheria is prophylaxis. الوقايه. وعشان كده كلكم وانتم في الشهر الثاني والرابع والسادس خدتوا تطعيم كان اسمه دي بي تي. التطعيم الثلاثي سمعتوا عنه؟ اه. ايه دي بي تي؟ دي اختصار ديفتيريا بي بروفلاكسس بي برتسس السعال الديكي تي تتنس لان دول كلهم بيطلعوا اكزوتوكسين. وانس حصل سودو ممبرينس انفلاميشن حضراتكم العيال هيموت. هو مش السودو ممبرينس نان سبيورتيف؟ انا قلت لك النان سبيورتيف بيتعالج بانتي بايوتيف، يبقى ما ينفعش. وعشان كده العالم كله اجمع ان دي بيست تريتمنت اوف ديفتيريا از بروفلاكس. هتقعدوا زي زمان لما كنا في سنكم، يا في العصر ده والتقدم العلمي والتكنولوجي وتحرك وجهك يا رماه، ما لا نملك ان احنا نعالجه لو جه؟ اه لا نملك. هيقول لك طب ما نعمل له ارتفيشال ريسبيريشن، ماشي، بس بعد شويه التوكسين هيموته. يقول لك ما نديله انتي توكسين، ماشي، ولكن في 98% من الاحيان هيكون موته قبل ما انت اديتهوله. ولو حتى اديتهوله من الاول ممكن يبقى هو عنده الرجي فالانتي توكسين هو اللي يموته.
يقول لك طب ما نديله انتي بايوتك. ماشي، هو عمر الانتي بايوتك هيوصل للبكتيريا؟ البكتيريا فين؟ قاعده بعيد على البشر. يقول لك بنحط له الانتي بايوتك لوك. ماشي، بس هيكون العيان مات. كل الوسخات اللي في دماغك قلتها هتخترق. ما انا ممكن اقول لك احتمالات كتير تانية، ولكن the best treatment of diphtheria is، والا ما كانش العالم كله اجمع على كده. وصلت المعلومه؟ هتريسيرش في الحته ديت انت ماشي في سكه غلط. عشان من الاول اهم حاجه في الريسيرش لازم حضرتك تشوف مرضى وصل اليه الاخرين، لان كل اللي هتقوله اتعمل قبل كده وفشل. وقالوا احسن حل لديفتيريا از بروفلاكس جروسلي السودو ممبرين. بنلاقي ان النيوكاس ممبرين في الحته الافكتيف بقت ريبليس باي فولس ممبرين اللي هو ثيك جريش يلو، لان الخليه لما تقتل بيطلع منها الفوسفيت فيخليها يلو. مش بعينيك حضرتك اف ريموفد ات ويل ليف ا بليدنج سيرفيس تحت الميكروسكوب. حد يقول لي ايه شكل السودو ممبرين؟ ما لسه شرح. فوق مكان الميوكوزا، هل حضراتكم هتشوفوا ميوكوزا ابيثيليوم؟ هتشوفوا ايه؟ سودو ممبرين فولس. ايه بقى الفولس ممبرين؟ ده مكون من ايه؟ من اللي انا شرحته. نيكروتيك ابيثيليال سيلز. ايه اللي بنلزقها في بعض؟ فايبرين. فيها ايه جوه؟ البكتيريا اند اتس توكسين والانفلاماتوري سيل. طب السب ابيثيليوم فيه ايه؟ زي اي اكيد انفلاميشن. يبقى في فازو دايلاتيشن، اكيوت انفلاماتوري سيل نيتروفيل وماكروفيج، اكيوت انفلاماتوري ايديما فيري ريتش ان فايبرينوجين. بس فهمت ازاي احنا بنجيب الجروس والمايكروسكوب؟ لو احنا فاهمين الباثوجينيسيس هنالفه. ذس از سودو ممبرينس انفلاميشن. ايه اشهر اكزامبل على السودو ممبرينس انفلاميشن؟ الدفتيريا. يعني ايه دفتيريا باللغه العربيه؟ الخناق. ولكن الدفتيريا ليترالي يعني سكن. ليه سموها سكن؟ لان الميوكس ممبرين هيبقى شكله جروسلي زي الجلد، لان الجلد مش شكله احمر. اعمل كده الميوكس ممبرين في بقك احمر. طب ليه الميوكس ممبرين احمر والجلد مش احمر؟ لان الميوكس ممبرين ترانسبارنت فانت بتشوف البلاد فيسل من خلاله، لكن الجلد عليه كيراتين فما بتشوفش الدم من خلاله. اما يبقى هو نيكروتيك الخليه اوبيك فبالتالي مش هتشوف الدم من خلاله فكانها زي الجلد. وصلت؟ السودو ممبرينس انفلاميشن. الممبرينس انفلاميشن كاتيجري ايه؟ نظري وجار. عندكم جار ديفتيري وعندكم جار باسيلاري ديزنتري وكلاس اي ان اكزام بيجيبها لكم في الصوره ويقعد يسالك في هذه الاسئله وداتا وداتا شو. كده خلصنا النوع الوحيد الكاتيجري ايه في النون سابيوراتيف وهو الممبرينس او السودو ممبرينس. بقيه الانواع كاتيجري بي نقول تتميز بايه وليه اكزامبل عليه. تاني نوع من الحصه دي نون سابيوراتيف حاجه اسمها هيموراجيك انفلاميشن. حاجه اسمها ايه؟ يلا انا راضي ضميركم. هيموراجيك يبقى كاركترايز بايه؟ ببليدنج. كاركترايز باي اكسس ار بي سيز، لان بيبقى اكيد الانفلاميشن ده في ديستراكشن للفاسكولار وول، يعني الاريدنت بيعور البلاد فيسل. المثال عليه احسن مثال هذه الصوره. ادي ده مثال على هيموراجيك انفلاميشن. شايفين كل هذه النديول اللي مليانه دم؟ هذا مرض اختفى من العالم اسمه سمول بوكس. السمول بوكس هو الجدري وليس الجديري. اخر وباء للسمول بوكس في العالم كان سنه 73 واسمه جدري الطور، لانه ضرب فلسطين وجزء من سيناء، بس سيناء ما فيهاش بني ادمين. وفي سنه 74 احتفلت الدبليو اتش او. تعرف دبليو اتش او؟ اللي هي هو، عارفينه؟ يا سلام، بسم الله ما شاء الله. الدبليو اتش او احتفلت سنه 74 بالقضاء على السمول بوكس. اخر جيل اتضعف من السمول بوكس كنا الجيل بتاعنا. كانوا بيشرطوا لنا ايدينا كده ويدونا الفيروس. ولكن ما حدش فيكم اتضعف من السمول بوكس. السمول بوكس لو رجع تاني كلكم هتموت. وانا وجيلي هنعيش، ده لو فضلنا عايشين. فاهمين حاجه؟ مثال على الهيموراجيك هو السمول بوكس. حاجه ثانيه اسمها هيموراجيك سيستايتس. الهيموراجيك سيستايتس هو التهاب المثانه المدمم. يعني ده معمول بستريبتوكوكس هيموليتيكس. الله، الستريبتوكوكس هيموليتيكس دي بتطلع ايه؟ صديد. طب هي ممكن تطلع دم؟ طبعا.
لان هي مش فيها فايبروليسن وهيرنديز اللي بيتكسر الوول او بلاد فيسل، فبالتالي يبقى فيها دم. حضراتكم الهيموراجيك كاركترايزد باي اكسس ار بي سيز سببه اسوشيتد فاسكولار دامج، المثال عليه سمول بوكس هيموراجيك سيستايتس. هناخده. في عندنا بعد كده نوع تاني اسمه نيكروتايزنج انفلاميشن. يلا على راس ضمير، يعني ايه نيكروتايز؟ يبقى اكسس. اكسس ايه؟ نيكروز. يعني ايه نيكروز؟ ديث اوف ا جروب اوف سيلز ويذين ا ليفينج بودي تيشوز حضرتك وذ انفلاميشن. احسن مثال عليه هذه الصوره، حاجه اسمها كانكرام اورس. كانكرام اورس الغرغرينه الفميه. ليه؟ الغرغرينه الفميه مش هناخدها تاني، بقول لكم عنها كلمتين. حضراتكم كميه البكتيريا اللي موجوده في البق اكتر ولا اللي في الفاجينا ولا اللي في الانس؟ الانسان فيه ثلاث اخرام على الاقل، يعني في اخرام كتير، ولكن اكبر ثلاث اخرام البق والفاجينا والانس. كميه البكتيريا اللي موجوده في البق اكتر ولا الفاجينا ولا الانس؟ البق صفحه زمان. اكتر كميه بكتيريا موجوده في البق، اللي انضف منه شويه الفاجينا. الفاجينا و the most sterile area in your body، وهي لا سخريه القدر، الانس. انضف حته فيك الانس. شفت الانسان تافه ازاي؟ لو عيل depleted مناعته ضعيفه، فحضرتك راح عند دكتور سنان، ما هم كتير منهم احباب الله، فراح عامل له بروسيجر، فتح له جرح، غلع له سنه ومفيش مناعه، هذه البكتيريا تخش وتموت كل الخلايا بتاع البق لدرجه ان ممكن توقع له المايلوهايويد وتلاقي الانسان وقع في الارض. حضرتك ده نيكروتايزنج انفلاميشن، لان بيتميز باكسس نيكروزس، لان هنا الخلايا بتطلع البكتيريا او الانفلاميشن بيبقى متميز بهذه النيكروتيك تيشو. حضرتك علاجه؟ علاجه طالما ان هو نون سابيوراتيف يبقى اكيد مش انتي بايوتيك، مش لازم، اكيد مش انتي بايوتيك، ولكن فعلا زي ما انت قلت هو بروفلاكس. بقى في بروفلاكس ازاي؟ اوعى تعمل بروسيدر لعيل صغير ديبليتد لراجل كبير ديبليتد ما عندوش مناعه، والا هيخش منك في الجدر. طب ولو دخل نعمل له ايه؟ ما نعرفش نعمل له حاجه، هيموت سيمبلي. لان دي القاعده الاولى في الجراحه. القاعده الاولى في الجراحه بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ انتوا حفظتوا ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله، طبعا ما بتذاكروش، ما بتصوموش، ما بتحفظوا هذا العكس. ها؟ القاعده الاولى في الجراحه بتقول pray as you can but the God will never correct a wrong incision. صل كفر والعياذ بالله. صلي زي ما انت عاوز تصلي، ولكن جرح خاطئ عملته من غير علم، من غير قصد، من غير تدحرج واجري يا رمان، عينك هيموت. اقعد بقى جنبي صلي ولا يحصل له حاجه. فهمتوا اللي انا بقوله؟ This is necrotizing، يعني بيتميز باكسس نيكروز. ده كله كاتيجري بي. من الاذر تايب اوف النون سابيوراتيف حاجه دكاتره اسمها اليرجيك انفلاميشن. حاجه اسمها ايه؟ الاليرجيك انفلاميشن. الاليرجيك انفلاميشن سببه اكسبوجر تو انتجين يعمل هايبر سنسيتيفيتي. فاكرين دي؟ مثل الدبه اللي قتلت صاحبها. بيتميز باكسس ايزينوفيل. سمعتوا على ايزينوفيل؟ ده من كريات الدم البيضاء. اشمعنى الايزينوفيل بنشوفها في الاليرجيك انفلاميشن؟ لان الاليرجيك انفلاميشن المديتور بتاعه الهستامين والايزينوفيل. بتطلع هستامين؟ فخس على اللي علمكم بصورش. لا الايزينوفيل بتطلع الهستامينيز اللي بيكسر الهستامين، وعشان كده الايزينوفيل ايزينوفيل. هي ليه الايزينوفيل الجرانيول بتاعتها حمراء؟ ده الايزينوفيل. ليه؟ لان الهستامينيز الكالاين، اما الهستامين اسيد، عشان كده البيزوفيل بيزوفيل. فاهمين حاجه من اللي بقولها؟ فبتتميز باكسس ايزينوفيل، لان هي بتيجي عشان تكسر الهستامين اللي طلع. ايه المثال على الالرجيك انفلاميشن؟ حاجه اسمها فور اكزامبل ارتكاريا. تعرفوا الارتكاريا؟
لو واحد اتعرض لماده كيميائيه هدومه هو حساس منها، هتلاقي بدا يهرش ويتنفخ وكل اعراض الانفلاميشن. علاجه انتي هيستامين، وطبعا يمتنع ان هو يتعرض لها، على علاج انتي بايوتيك. ما دي قاعده، ريحوا دماغكم. كل السبيورتي هياخده انتي بايوتيك، لو لوكالايزد سيرجري ده سيرجري ده انتي بايوتيك، لان هو لوكالايزد مهما تدي له انتي بايوتيك هيروح في كل حته ما عدا الحته اللي فيها البكتيريا. طب لو ديفيوز نو نيد فور انتي بايوتيك اكسبت الابنسايتس، نو نيد فور سيرجري اكسبت الابنسايتس. لو نون نو نيد فور انتي بايوتيك زي ما بوريكم دلوقتي. المثال على الالرجي زي الافتكاريا حساسيه الجلد، زي الالرجي كرايونيتس حساسيه الانف بيسموها الهي فيفر، زي البرونكال ازمه ده اللي اديتكم مثال عليه على الالرجي اللي هي الربو الشعبي، كل دي الالرجي انفلاميشن. كده حضراتكم احنا خلصنا النون سبيورتي. تو سمرايز، كل النون سبيورتي كاتيجري ايه ولا بي؟ ايه ولا بي؟ بي ما عدا واحده اللي ما يذاكرهاش لا يلومن الا نفسه، الا وهي الممبرينس سودو ممبرينس انفلاميشن. ومن ثم يبقى خلص الى اكيوت انفلاميشن، وهنخش على الكرونيك انفلاميشن. لو سمحتوا الكرونيك انفلاميشن مهم، ولكن الكرونيك انفلاميشن في باراجراف لازم لو حد فكر في الانفلاميشن يجيب حاجه اسمها الجرانيلوم. فلو واحد معفن طالب معفن استعملش، قال لي انا هنشل على باراجراف واحد في تشابتر الانفلاميشن، اقول له يا جزمه ده تاني اهم تشابتر في المنهج. يقول لي هو طلبت معايا كده، واحتمال كبير يتسال فيه، اقول له جرانيلوم. اشمعنى الجرانيلوما؟ هنشوف دلوقتي. الكرونيك انفلاميشن هتلاقوا عندكم باراجراف اسمه الباثولوجيكال فيتشر اوف كرونيك انفلاميشن، شايفينه ده؟ اكتبوا عليه كاتيجري ايه؟ ولا يقرا. ايه؟ دكتور ايه؟ تكتب عليه ايه؟ ايه الكلام ده؟ ده اتنين بعيد عنك، يعني ايه مهم ومالناش دعوه بيه؟ لا طبعا. لان حضرتك هو الوقت بشكل باراجراف هيقعد يقول لك الفيتشر بتاع الكرونيك. ولكن بعد لحظة واحدة عشان انت بس متهور هتلاقي بعديه جدول. شفتوا هذا الجدول؟ اكتبوا عليه كاتيجري ايه؟ كومباريزون. بدل ما تحفظ الباراجراف وبعدين ترجع تطلعه في الجدول، هو راح عامل لك المقارنة بالاكيوت والكرونيك، حد فاهم حاجة؟ وطلع فيها الفيتشر. هذا الجدول تاني جدول يمر علينا في الانفلاميشن. ايه أول جدول مر علينا في شابتر الانفلاميشن وكان كاتيجري ايه؟ الكومباريزون ما بين الابسس ممثلا لللوكاليزد والسيلولايتس ممثلة للديفيوز. يس. دلوقتي هنقارن الاكيوت بالكرونيك باربع نقط اوف ديفرنس وكلكم هتعرفوها. اول نقطة الانست والديوريشن. يعني ايه كلمة انست للناس الجداد واللي مش فاهمين؟ يعني ايه انست؟ هو زمن بدء الحدث. فما هو الديوريشن؟ مدة الحدث نفسه، زمن الحدوث بتاع الحدث كله. مين فيهم له صدن او رابيد اونس والشورت ديوريشن؟ الاكيوت الالتهاب الحاد الانفلونزا، مره واحده احس ان انا تعبان في خلال اسبوع بالكثير اكون خفيت. لكن مين فيهم لو جرادوال اونس يبدا سنه سنه ويقعد فتره طويله لونجر برولونج ديوريشن؟ مين؟ ما انا قلتها قبل كده. فاللي له صدن اونس شورت ديوريشن هو الاكيوت، لكن جرادوال اونس لونجر ديوريشن هو مفهوم. مين فيهم بيتميز بماركت فازو دايليتيشن؟ الاكيوت. مش على خاطر الاكيوت؟ كان في النهايه في فازو دايليتيشن عنيف. ولكن الكرونيك ما فيهوش ماركت فازو دايليتيشن، امال في ايه؟ في اند ارترايتس اوف بتراكس، يعني ايه؟ ركزوا معايا. دلوقتي مش الكرونيك بيجي بعد الاكيوت؟ او من الاول كرونيك. حضراتكم الكرونيك دي حاجه الجسم ما عرفش يتعامل معاها، ما عرفش ينهي عليها. هو في الاول وهو اكيوت كان بيعمل فازو دايليتيشن عشان يعمل ايه؟ يجيب عساكر عشان ياكلوه ويموتوه. هل في هذه المرحله نجح؟ ما نجحش. فالعقل يقول افضل اخلي البلاد فيسل مفتوحه. لو فضلت مخلي البلاد فيسل مفتوحه ايه الاحتماليه اللي ممكن تحصل؟ ان الاورجانيزم يخش من خلالها ويروح في حته ثانيه. فساعتها لو فضل الالتهاب مزمن ايه اللي بيحصل؟
بيبدا مش عارف الميكانيزم المونوسايت اللي قاعده بتطلع مونوكاين بتبدا تعمل بروليفريشن للفايبروبلاست في الوول اوف بلاد فيسل في الحته المنتهيه. فالوول اوف بلاد فيسل يتخن ولا يرفع؟ يتخن. واليومن يوبليتريت. فسموها اند ارترايتس اوبليترانس. اند يعني نهايات. يا دكتور يا هشام ده هو المكان اتملى؟ في اماكن هنا فاضيه ويجيبوها. اند يعني نهايات. ارتري الشرايين. ايتس في الحده الملتهبه. اوبليترانس ابتدى دكتور يا جماعه عشان نشوف العيال اللي هنا في يعني شكلهم شربوا حشيش ولا بيعملوا حاجه. اند يعني نهايات. ارتري يعني الشرايين. في الحته الملتهبه بتتقفل. ودي مهمه جدا ودي حاجه مهمه جدا. ونعيد تاني. مين فيهم بيبقى له سادن اونست شورت ديوريشن؟ لكن مين فيهم له جرادوال اونست لونجر ديوريشن؟ الكرونيك. مين فيهم بيتميز بماركت بازو دايليتيشن؟ مين؟ الاكيوت. لكن مين فيهم في ليس ماركت بازو دايليتيشن بالعكس بيحصل اند ارترايتس اوبترانس؟ الاند ارترايتس اوبترانس بيتقفل الدم عن الحته دي. فاهمين اللي انا بقوله؟ طب ليه الجسم عمل في الحته اللي فيها كرونيك انفلاميشن اند ارترايتس اوبترانس؟ لا ماليش دعوه بالميكانيزم مش عندك، ليه عمل كده؟ عشان الاورجانيزم ما يستغلش هذه الخطوط المفتوحه ان هو ينتشر في حته ثانيه، مفهوم اللي انا قلته؟ النقطة الثالثة في الكومباريزون ودي مترتبة على اللي قبليها. تتوقعوا أما الوول أوف بلاد فيسل في الحتة الملتهبة بقى تخين يبقى البرميابيليتي بتاعته كتيرة ولا قليلة؟ مين فيهم بيتميز بسكانتي؟ تعرفوا إيه كلمة سكانتي؟ يعني قليل أو فيو. بسكانتي فلويد إكسريت. لكن مين بيتميز بالاباندنت؟ تعرف يعني ايه اباندنت؟ يعني ماركت فلويد اكسليت. الاكيوت. فهمتوها جت ازاي؟ الموضوع بيتفهم ما بيتحفظش. طيب النقطه اللي بعديها. مين فيهم المين انفلاماتوري سيل اللي نشوفها تحت الميكروسكوب نيتروفيل وبعديها الماكروفيج؟ الاكيوت. مش ده خدناه؟ لكن في الكرونيك تلاقي اي نوع انفلاماتوري سيل اكسبت النيتروفيل. يعني تلاقي فيها الليمفوسايت بلازما سيل ماكروفيت جاينت سيل الا النيوتروفيل. اشمعنى النيوتروفيل ما بيبقاش موجوده في الكرونيك؟ لان النيوتروفيل لايف سبان بتاعها من اسبوع ل 10 ايام، وعشان الكرونيك يبقى كرونيك لازم على الاقل يعدي 3 اسابيع. فحضرتك ما تلاقيش فيها نيوتروفيل لان هتكون ماتت. فهمتوا حاجه؟ مين المين انفلاماتري سيل في نيوتروفيل وماكروفيت؟ الاكيوت. مين المين انفلاماتري سيل اي حاجه غير النيوتروفيل؟ الكرونيك. ولكن في اكسبشن، يعني ممكن يبقى في اكيوت الاقي في حاجات غير النيتروفيل والماكروفيج ولسه واخدينها. في الالرجيك انفلاميشن مين المين انفلاماتري سيل؟ مش الالرجيك ده نوع من انواع الاكيوت؟ مين المين انفلاماتري سيل؟ اشمعنى الايزيروفيل بنشوفها في الالرجيك؟ عشان هي اللي بتطلع الهستامينيز اللي بيكسر الهستامين المديتور. في اكسبشن تاني؟ وخدناه. مين فيهم اللي نلاقي ان النيوتروفيل قليله بس المونوسايت كتيره رغم ان هو اكيوت؟ لو كان في انفكشن ببسيلاي زي التايفويد. الفاريشن الاخير مين فيهم من الحاجات الاكيوت اللي ما نلاقيش النيوتروفيل والمونوسايت كتير؟ نلاقي المين انفلاماتري سيل هما الليمفوسايت والبلازما لو في فايرال انفكشن، لان الفيروس بيعيش جوه الخليه وعشان تقضي عليه لازم تقضي على الخليه. وحضرتك القضاء على الخليه بتو ميكانيزم، لا اما السيل ميديتد اميونيتي، مين اللي بيعملها؟ في الليمفوسايت. لا اما هيومورال اميونيتي، مين اللي بيعملها؟ البلازما سيل اللي جايه من البي ليمفوسايت. وصلت المعلومه؟ تو سمرايز المقارنه ما بين الاكيوت والكرونيك، مين المين انفلاماتوري سيل فيهم نيتروفيل وماكروفيج؟ الاكيوت. في اكسبشن؟ يعني تعرف اكيوت ما بينطبقش عليها هذه القاعده؟ الالرجيك بيبقى مين الموست دوميننت انفلاماتري سيل؟ ايزينوفيل. اثنين لو في انفكشن ببسيلاي زي تايفويد مين الدوميننت انفلاماتري سيل؟ مونوسايت ماكروفيج. طب لو في فايرال مين الدوميننت انفلاماتري سيل؟ ليمفوسايت وبلازما. امال في الكرونيك اي انفلاماتري سيل لكن اللي مش موجوده نيتروفيل. اخر نقطه
مين فيهم مش هنلاقي فيه فايبروزس؟ الفايبروزس هو خلايا بتموت وتتعوض وتموت وتتعوض، مش خلايا، ده فايبرستيشن، فايبروزس، افاسكولار فايبرز. مين اللي هنلاقي فيه فايبروزس؟ ليه الفايبروزس بيبقى فيه؟ ليه الكرونيك فيه فايبروزس؟ لان لونج ستاندنج عمال يتكسر ويعوض. اما الاكيوت مفيش فايبروزس، نو اور مينيمال فايبروزس. الجدول ده مهم جدا ويجب ان يفهم. المقارنه ما بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن كاتيجوري ايه؟ اربع نقط: الاونست والديوريشن، الفاسكولار ستيت، فلويد اكسيديت، الانفلاماتوري سيلز، الفايبروس. النقطه الاخيره الفايبروس. وبعد كده نقسم، وكما قال اكرما كلاسيفيكيشن او باثولوجي ذا ساينس اوف كلاسيفيكيشن، علم الامراض هو علم التقسيم، يعني احنا مقسماتين. واني كلاسيفيكيشن شود سيرف اي بيربس، ولكن اي تقسيمه لازم يبقى لها هدف. احنا مش خدنا تقسيمه قبل كده، قسمنا ايه؟ حد بيزعل ان انا بعيد كتير؟ انا بعيد كتير لان انا بمشي بالقاعده التكرار بيعلم الشطار، ما انا عارف ان انتوا شطار، فعشان كده بحاول ان انا اعيد. حضراتكم اللي بيزعل يقول لي عشان اقطم على طول. الباثولوجي هو علم الكلاسيفيكيشن، والكلاسيفيكيشن شود سيرف اي بيربس. خدنا قبل كده كلاسيفيكيشن، اما قسمنا الاكيوت قسمناه ليه؟ وملخص ايه كان الهدف من هذه التقسيم؟ ثيرابيوتيك، العلاج، لان كل السيبيورتي ما ياخد. طب لو لوكالايز سيبيورتي بيبقى سيرجن انتي بايوتيك، او لو ديفيوز انتي بايوتيك وذاوت سيرجن اكسبت. طب لو نون نوني فور انتي بايوتيك، مفهوم اللي قلته؟ لكن لما تيجي في الكرونيك انفلاميشن ما بيقسموش كده. الكرونيك انفلاميشن بيقسمونه نوعين كبار: كرونيك نون سبيسيفيك وكرونيك سبيسيفيك. كرونيك نون سبيسيفيك وكرونيك سبيسيفيك. هنا السؤال، ايه الهدف من هذه التقسيمه؟ الهدف من هذه التقسيمه دايجنوستيك، التشخيص وليس العلاج. ايه الكرونيك نون سبيسيفيك؟ اكتبوا على التايبس اوف كرونيك انفلاميشن كاتيجوري بي للفيلم. الكرونيك انفلاميشن بيتقسم نوعين كبار: لا كرونيك نون سبيسيفيك. يعني ايه كرونيك نون سبيسيفيك؟ الكرونيك نون سبيسيفيك بيفولو الاكيوت، يعني اي اكيوت انفلاميشن ما يخفش يقلب كرونيك نون سبيسيفيك. اديني اكزامبل. مش احنا خدنا قبل كده اكيوت ابسس؟ لو راح الجراح قال لها لسوسو افتحوا لك ده على رقبتي، ده يضرب في مشرط، مستحيل. وانا هديك انتي بايوتك غالي كده بكميات كبيره، والله لو اداها فانتازين انتي بايوتك، ده الانتي بايوتك يروح في كل حته ما عدا البكتيريا اللي جوه الابسس، ده اللوكالايز. ساعتها الاكيوت ابسس هيقلب انتو كرونيك ابسس. واحد عنده تونسلايتس وما اتعالجش هيقلب بكرونيك تونسلايتس. يعني ايه كرونيك نون سبيسيفيك؟ يعني حضرتك هتيجي تحت الميكروسكوب اما تبص عليه هتشوف الكاركتر بتاع اي كرونيك. ايه الكاركتر بتاع اي كرونيك؟ هنجيبها من الجدول. واحد، هتشوف حضرتك فازو دايلاتيشن ولا اند ارترايتس اوف ترانس؟ هتلاقي اكيوت انفلاماتوري سيل ولا كرونيك؟ مين هم كرونيك؟ ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيت، جاينت سيل، ما عدا النيتر. هتشوف حضرتك سكانتي ولا اباندنت فلويد اكسيديت؟ سكانتي. ولكن هل هتشوف اي حاجه تقول لك ايه السبب اللي عمل الحكايه دي؟ هتعرف ايه التشخيص بتاعه؟ نو. لان في حاجه ثانيه اسمها كرونيك سبيسيفيك. الكرونيك سبيسيفيك بيبدا من اول كرونيك، يعني ما بيجيش بعد اكيوت. هتيجي تبص تحت الميكروسكوب فور اكزامبل البلارزيزس، البلارزيزس التي بي ده كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن. هتيجي تبص تحت الميكروسكوب في حته فيها بلارزيزس او تي بي هتلاقي نفس الكاركتر بتاع الكرونيك العادي، يعني ان دارتريكس وبيترانس وكرونيك انفلاماتري سيل وسكاتي فلويد اكسيديت وفايبروزس. ولكن هتلاقي حاجه زياده تعرفك اللي عمله. فلو تحت الميكروسكوب لقيت بالهارزي اوفر يبقى اللي عمل هنا كرونيك انفلاميشن بلارزيزس، لقيت حته كازيشن يبقى تي بي، لقيت حته سيليكا يبقى سيليكوزس. فهمتوا حاجه؟ الكرونيك سبيسيفيك والنون سبيسيفيك التقسيمه دايجنوستيك، لان ملخصهم الاثنين بنشوف بيها المانيفستيشن بتاع الكرونيك. لكن لو لقيت حاجه سبيسيفيك تعرفك السبب يبقى ده اسمه كرونيك سبيسيفيك. وصلت المعلومه؟ اهم انواع الكرونيك سبيسيفيك وكلهم
حاجة اسمها الجرانيومس. لو سمحتوا اكتبوا على الجرانيومس كاتيجري ايه؟ نظري. واشهر سؤال واشهر سؤال بيتسال، عارفين السؤال دايما اللي بيتسال فيه يبقى كده كلمه اوما ليترالي قبل ما ابدا. ده بيجيبوه كل سنه في الام سي كيو، ومفيش عندنا حد بتاع باثولوجي لو هو في الباثولوجي الا لما يخش له الوقت في الشفوي يسال السؤال ده. كلمه اوما ليترالي يعني بيناين تيوب، مفهوم اللي انا بقوله؟ يجي يروح داخل له طالب حلو كده وجميل لابس شوك، ويروح يقول له انا بحبهم على فكره والله عشان متحررين كده وحلوين كده، والله يا رب ما تشوفش الغلط بضحك. نعمنا لو حد لبس شورت كان ضربوه بالنار. والله. المهم بس انا لبست في حياتي فتره شورت. ايام ما كان عندي شعر بقى. المهم جرانيلوما اوما ليترالي يعني بناين تيومر. وفي طلبه ما بيتعلموش حكايه السافكس والبريفكس والحاجات دي الا في الاخر. فيخش له استاذ كده محترم في الشفوي يقول له جرانيلوما، يقول له يقول له دي بيناين ولا مالجنان تيومر؟ ايه رايكم؟ يلا الجرانيلوما دي بيناين ولا مالجنان تيومر؟ بيناين. فخس على اللي شممك البصلش. احنا اساسا احنا شابتر ايه يا جسم؟ اوما معناها بيناين تيومر، ولكن هذه تسميه خاطئه لان زمان خدعوا فيها، بس ده كان من حدود 200 سنه. فما انت وقع في الخطا اللي وقعوا فيه من 200 سنه معناها انك ما شملتش الباثولوجي، فنعرف ما نكملش معاك. يلا دوم نمشي على طول كده. الجرانيلوما بيناين ولا مالجنان تيومر؟ مش تيومر اساس. امال ليه سموها كده؟ ديفينيشن. الجرانيلوما هي بارتيكولار فورم اوف كرونيك انفلاميشن. يعني ايه كلمه بارتيكولار؟ يعني سبيسيفيك. بتتميز ب نودولار كولكشن اوف ماكروفيج. اهم خليه في الجرانيلوما اسمها ماكروفيج، وفاريبل ميكتشر من اي حاجه، ليمفوسايت بلازما سيل ماكروفيج ايفن نيوتروفيل. لكن اهم خليه في الجرانيلوما هي الماكروفيج. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بص معايا على هذا الفيديو هشرحها لك في لحظه. حضرتك الراجل اللي قدامكم ده انا بسميه جلاسي مان، لان حضرتك ده بني ادم ودي الرئه بتاعته. وما هي الوحده البنائيه للرئه؟ يلا كلكم غلط، يلا غلط. ها ما الوحده البنائيه للرئه؟ اغلط اغلط يلا. سمس. ايه الوحده البنائيه للرئه؟ الفيلاي. الوحده البنائيه للرئه هي الريسبيراتوري اسيس وليس الفيلاي. طبعا مش عارفينه مش مهم. والراجل ده كان بيشتغل في مصنع من مصانع الازاز. بيعملوا الازاز من ايه يا حبيبي؟ تراب. من السيليكا بارتكل، الرمل الابيض. يجيب الرمل يغلوه بعضه يتبخر، بيبقى سائل ويتبخر. وهم عشان شغالين هناك بيشموا هذا الابخره اللي فيها السيليكا. ادي اهو الهواء داخل بالسيليكا، شايفينه؟ هتيجي الماكروفيج تروح واخده السيليكا بارتكل، سيبكم من دي دخلت الليمف نود مالناش دعوه. تروح داخله واكله السيليكا بارتكل. كلتها ولا ما كلتهاش؟ وتروح بيها للتيشو، هتعرف تكسرها؟ تعرف؟ لا. فيبدا تاكتيفيت التي لمفوسايت عشان تيجي ماكروفيش تاني تحاول تاكل وتقعد هنا، تاكل وتقعد هنا. فهتعمل كلكيعه. الكلكيعه دي مكونه من جرانيولوسايت يعني الماكروفيج. زمان فكروا ان ده تيومر، خليه اتجننت واللي اتجننت هي الجرانيولوسايت الماكروفيج. Is it a tumor? No. الجرانيلوما is a particular form of a chronic inflammation characterized by nodular collection. مين اهم خليه؟ الماكروفيج. وفاريبل ميكشر من اي حاجه ثانيه، ليمفوسايت بلازما سيل اي حاجه. حضراتكم الماكروفيج ليه هم وقعوا في الغلط ده؟ لان الماكروفيج اللي موجوده في الجرانيوما اللي بانت كانها تيومر بعينينا، الماكروفيج دي عاديه ماكروفيج ولا واكله حاجه؟ موست اوف ذا ماكروفيج في الجرانيلوما بتبقى شكلها لارج ايزينوفيليك سيل. حد يعرف ايه لارج؟ واكله. ليه ايزينوفيليك؟ لان بقت الكلاين ديجنريت، لان هي بتحارب مش عارفه تخلص، مش عارفه لان ده حاجه ما تتاكلش. فخدعوا فيها زمان.
وراحوا مسمينها ايبيثيليويد سيل. سموها ايه؟ يعني ايه ايبيثيليويد؟ شبه الايبيثيليا. ازيد ايبيثيليا دي ماكروفيج، بس ما كانش في حد بيفهمه من الكلام اللي انا بقوله لكم ده. فشافوا دي قالت دي ايبيثيليويد سيل. قالوا يعني ايه ايبيثيليويد سيل؟ قالوا ما اعرفش، هي شبه الايبيثيليويد. قالوا طب ليه هي ايبيثيليويد؟ قال لك ما اعرفش. طب ليه لارج؟ واحنا مالنا احنا؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ انا بجيب الموضوع هيستري عشان ما تنسوش. لحد دلوقتي التعريف ما خلصش. ايه جرانيلوما؟ عيد تاني. It is a particular form of a chronic inflammation characterized by nodular collection of اهم خليه ماكروفيج. طيب الماكروفيج اللي جوه الجرانيلوما بنسميها ايبيثيليويد لان هي واكله حاجه فتبقى كبيره وحمراء. مفهوم اللي بقوله؟ ساعات نلاقي وسط الكوره ديت الخلايا مقتوله. بعض الجرانيلوما بيبقى فيها سنترال نيكروفس. ليه؟ لو لقينا الخلايا مقتوله نعرف ان الحاجه اللي واكلاها تعرف تقتل الخلايا، معناها ان هي انفكشس. يبقى هي واكله حاجه انفكشس، كل حاجه لها هدف. الجرانيلوما اتكونت بنوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي اسمها تايب 4. يعني ايه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي؟ اما تخش حاجه الجسم ما ينفعش تتاكل، الماكروفيج بتاخد منها حته وتروح مودياها للتي ليمفوسايت. فتبدا تطلع ليمفوكاينز عشان تجيب ماكروفيج كتيره وانفلاماتوري سيلز حواليها. اللي انا قلته ده اسمه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي بتوع الماكرو يشرحه لك. ده كل الديفينيشن اوف جرانيلوما. ونعيده تاني. الجرانيلوما بناء على مالجنة تيومر؟ المفروض تتحكم الجرانيلوما بناء ولا مالجنة؟ مش تيومر. امال اللي سموها هما؟ عشان هي هتبان كانها تيومر وهي مش تيومر. ياما خدعوا فيها بس من 200 سنة. لكن تخدع فيها دلوقتي بالجسم. واحد يقول لك ما يغيروها. غير ايه؟ نغير اسمها. طب نسميها ايه؟ يلا اديكم لاول مره والاخر مره في حياتي فرصه اقترح. نسمي الجرانيلوما ايه؟ يلا سميه. ما حدش بيفتح بقه ليه؟ اخترق. سمي يا بابا. قول بسم الله الرحمن الرحيم كده وسامي. مش مكمل حصه لما تسموها. ها؟ ما عرفناش نسميها. قال لك جرانيلوما جرانيلوما. يقول لك طب ما هي غلط مش تيومر. بتسميها هما ليه؟ يقول لك ودي التكه بقى. عشان اللي مش عارف نلبسه في الحيط. فهمتوا حاجه ولا ما فهمتوش؟ مش اللي بيدرسه ناقصه. تبقى مسخره. يا ياما بشوفها. والله بيحصل. يجي لي حد جراح ومحترم وكبير. فيجي مثلا فور اكزامبل شاف ماس في اليورينري بلادر بتاع عيان. هو شايفها بالمنظار. فياخد منها بايوبس عاوز يعرفها دي بيناين ولا مالين تيومر ولا ايه. فراح كاتب له في التقرير تحت بالهارزيوما. ما هي من جرانيلوما بالهارزيوما. الرد اللي بعديه يعني بناء ولا ملك؟ عامل ايه؟ بناء ولا ملك؟ طبعا مش الاساتذه يعني ده العيال اللي تصيع على الشارع بتجرح. فساعتها بقول له يا حبيبي هي مش تيومر اساسا. قال لي مش قمر يعني تيومر؟ اقول له تيومر بس دي اسميها خاطئه. بس فخص على علمك باثولوجي. واقعد بقى اشرح له. بقيت بعد كده في الناس في الاقاليم في الحتت دي كانوا يبعتوا لي بايوبس عشان ابص عليها وهلاقي نفسي هكتب كلام هم مش متخيلينه. ان بي الهارسيوما از اي تايب اوف جرانيلوما. جرانيلوما از ا بارتيكولار فور اوف كرونيك انفلاميشن كاركترايزد باي نودولار كولكشن اوف لارج نمبر اوف ماكروفيج وهي ريبريزنت تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي وممكن بعضها يبقى فيها سنترال نيكروزس او انفكشنز. وحضرتك الخليه اللي فيها اللي اسمها الايبيثيليويد دي عباره عن موديفايد ماكروفيج. يعني ماكروفيج واكله حاجه. بين قوسين للمراجع راجع كتاب سنه ثالثه بتاع البصمجي يا صديقي. يا ما حصلت ده في ناس متهوره وحصلت معايا. بس دي كانت حاجه لسه ما خدتوهاش. كان اسمها اميبوما. فانا كنت لسه طيب وبتعامل عادي ورحت كاتب اميبوما في الكولون. فلقيت تاني يوم الراجل شايل لي الكولون بتاعه وبعته لي. يقول لي شوف لنا بقى الاميبوما دي من نوع البناين ولا المالجنت. نعم الاميبوما دي مش تيومر، ده واحد عنده اميبا وخد انتي بايوتك فطلعت فوق شويه فعملت ماس. يقول لي يعني مش تيومر؟ قلت له مش تيومر. قال لي طب رجع له القولون بتاعه ازاي؟ قلت له هترجعه ازاي؟ هترجعه ازاي؟ البعيد حمار. يقول لي السبب، قلت له السبب في ايه؟
انا السبب في ايه؟ يقول لي ما انت قلت لي قوم، وانا مالي انا مش عارف، هو انا بتعامل مع جدعان مع ايه بالظبط؟ والله بقينا نعام، وعشان كده يعني عرفت حاجه، خاطبوا الناس على قدر عقوله. بقيت لما اجي اقول له تشخيصك ايه؟ اقول له جرانيولوما مش تيومر، اسمها بلارزيوما، وانا اسف اني قلت الكلمه دي. بقيت اتعامل كده، واقعد اشرح بقى، تلاقي التقرير بتاعي بيطلع صفحه ونص. ما اعمل ايه؟ هو في النهايه بتيجي على دماغ مين؟ التانيين العيانين. الجرانيوما بقى بينال ولا مليجنت تيومر؟ اكثر من كده بواسيري هتبقى. الجرانيوما بينال ولا مليجنت تيومر؟ بينال ولا مليجنت تيومر؟ بينال ولا مليجنت تيومر؟ شكرا الحمد لله. بعد ما خلصنا الديفينيشن التايبس، يقسموا الجرانيوما لثلاث انواع على حسب هي متحوشه حوالين ايه. فاول نوع من الجرانيوما، وده الفهرس هنمشي عليه، حاجه بيسموها انفكشس جرانيوما. حاجه اسمها ايه؟ انفكشس، يعني متجمع حوالين ماده حيه معديه. حضراتكم الانفكشس جرانيوما تتوقعوا ان السنتر بتاعه فيه نيكروزس ولا فوش؟ نيكروزس. النيكروزس بيبان لون احمر، يعني الخليه عندما تقتل تكبر ولا تصغر؟ تكبر. تبقى سيتك ولا الكلايف؟ الكلايف. فيبان لون احمر. كل الانفكشس فيها سنترال نيكروزس. طبعا دي فهرس هنبني. ممكن تبقى بكتيريال انفكشس زي الصوره اللي قدامكم، ده تيبركلوزس. سمعت تيبركلوزس؟ مرض السلم، مرض الضرر. زي حاجه مش هناخدها اسمها البروسيلوزس، الحمى الملطيه، دي بكتيريا بتعمل لنا جرانيلوما. زي حاجة اسمها الليبروسي، سمعتوا عن الليبروسي؟ هناخدوا كلمتين، الجزام. الليبروسي الجزام، يعني ايه جزام؟ يعني ايه مجزوم؟ مبتور الأطراف. لأن بسبب الإندرترايتس والبترايتس صوابع إيديهم ورجليهم ومناخيرهم بتقع. والجزام مرض اختفى من العالم كله. ما عدا دولتين في العالم. ربنا أمد في عمر المجزومين وخلفونا مجزومين صغيرين وما ماتوش. اللي هي مصر واندونيسيا، وعشان كده عندنا مستعمرات الجوزان في مصر ومستعمرات الجوزان في اندونيسيا، العالم كله اختفى فيه، المجزومين ماتوا وخلصوا، لان هم كانوا بيحجزوهم بيعملوا سانيتوريوم، مصحات، محاجر. ولكن عندنا في مصر لسبب لا يعلمه الا الله اتجوزوا بعض وخلفوا لنا مجزومين صغيرين، وبينادوا دلوقتي ان المستعمره توسع عشان ما عندهمش مكان. حاجه اسمها السيفلس، تسمعوا عن السيفلس؟ هناخده. السيفلس هو السهر، ولكن سيفلس ليترالي ده عالم انجليزي ولا الماني؟ اسم بكتيريا. ده طبعا السيفلس ده مش اسم بكتيريا. السيفلس ده حضرتك اسم العيان، يحكى في قديم الزمان، اسمه كات سكراتش ديزيز، برضه ده جرانيلوما. كل الانفكشس نيكروتايزنج ولا نان؟ يعني ايه نيكروتايزنج؟ فيهم سنترال نيكروز، ممكن تبقى حوالين بارازايت. اشهر جرانيلوما عندنا في مصر بارازيتك البلارزيز او الشيستوزوميز، هناخدها تشابتر كامل. ممكن تبقى حوالين فنجس، معظم الفنجاي مش عندنا في مصر، هنقول اساميهم وبس. زي حاجه اسمها كوكيكو ايديدو مايكوزيس كريبتو كوكوزيس سيستوبلازموزيس. هذه الامراض مش عندنا خالص، لان كل العائل الوسيط اللي بيعدينا بيها الباتس، الخفافيش. ومصر ليست بلاد الخفافيش، وانما ايه اكتر دوله في العالم فيها خفافيش؟ امريكا، المسيسيبي فالي، فهم بره بيدرسوها كويس قوي، لكن احنا ما يهمناش. كل دي انفكشنز، دي مواضيع هناخدها. ممكن الجرانيلوما تبقى فورم بودي، فورم بوروم جرانيلوما، يعني ايه فورم بودي؟ حوالين ماده غريبه، ماده غريبه عن جسمنا، مش غريبه يعني من الفضاء الخارجي. لان بره طلعت تنزيله، لكن عندي جسم غريب في جسمي. ولحد النهارده ليه ما توصل العلم لهذا الجسم الغريب؟ طبعا الجسم الغريب اللي كان في جسمه حته ازازه يعني. يقول لك ما عشان هو بيترجمها بالعربي، احنا بنكتب عليها ايه؟ فورن بودي جرانيلوما، فيترجمها يقول جسم غريب. جسم غريب عن جسمك يا حبيبي، مش كائن فضائي غريب دخل فينا. الفورن بودي جرانيلوما بتبقى فيها سنترال نيكروزس ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش، لان الفورن بودي ما بيقتلش الخلايا. اشهر مثال عليها السيليكوزس، عارفين السيليكوزس؟ الرمل. مرض سيليكوزس اللي انتوا شفتوه معايا في الفيديو. وادي دي شكل الجرانيوما بتاع السيليكوزس تحت الميكروسكوب. حد شايف الحاجه السبيسيفيك اللي خلتني قلت ان دي سيليكوزس؟ ها؟ الانسان يرى ما يعلم ولا يرى فيعلم، اللي انتوا ما تعرفوش يعني. عشان انا عارف شفت،
لكن انتوا مش عارفين ما شفتوش. ليه انا قلت دي سيليكوس؟ حد شايف السيليكا بارتكل؟ شايفينها؟ ماشي، مفيش نيكروز، يبقى دي كلها اسمها فورن بودي. ما الفورن بودي ممكن تبقى اي حاجه، ممكن تبقى سيليكوز، اسبستوس، باجاسوتس، ممكن تبقى حته خشبه، حته ازاز. ها؟ اللي قدامكم ده عارف ان هي سيليكوز، لان انا شايف السيليكا بارتكل. فين السيليكا بارتكل؟ حد شايف الفراغات البيضاء اللي عليها الاسهم ديت؟ ما دي السيليكا بارتكل. ما السيليكا بارتكل ده عباره عن ازاز مايكروسكوبي. هو الازاز لما تحطه على الميكروسكوب هتشوف ايه؟ فرع. فهمتوا حاجه ولا ما فهمتوش؟ الفورن بودي جرانيلوما ما فيهاش سنترال نيكروز زي السيليكوز، زي اي حاجه ثانيه. كان اشهر فورن بودي جرانيلوما زمان كان بيستخدموا خيوط نون ابزوربابل. نون ابزوربابل زي السلك، سلك يعني حرير. ده ما يخيطوا ده فورن بودي ولا لا؟ يجوا حوالين الغرزه يلاقوا فيه ماس، دي اسمها فورن بودي جرانيلوما. لو واحد منكم بيلعب في الشارع حته خشبه، حته ازازه دخلت في ايده وسابها، هل هي تكبر وتعمل ماس؟ This is foreign body granulomas. فاهمين اللي انا بقوله؟ ويفضل عندنا اخر مجموعه من الجرانيلومس اسمها جرانيلوما اوف unsettled origin. يعني اوف unknown origin، يعني هي في جرانيلوما والخلايا متجمعه حوالين حاجه. ايه الحاجه دي؟ ما نعرفش. وهم بيبقوا non necrotizing. مرضين في الطب هناخدهم ان شاء الله في الترم الثاني. اول مرض اسمه ساركويدوزيس، مرض التلحم، وده مشهور في الامريكانيات من اصول سودا. وكرونز ديزيز اللي اسمه الثاني اوريجينال انترايتس، ما تشخصوش الا في واحد اصوله من اربع دول من العالم، لا انجلترا لا اسكتلندا لا فرنسا لا المنصوره. كرونز ديزيز اوريجينال انترايتس، الاثنين دول جرانيلوما ولكن اوف انون اوريجين. ايه اللي عملها؟ متجمع حوالين ايه؟ حتى هذه اللحظه لا نعلم. الجرانيلوما ثلاث انواع تسمى رايز انفكشس، ودي بيبقى فيها سنترال نيكروز. فورن بوروم، ودي نو سنترال نيكروز. جرانيلوما اوف انسيتلد اوريجين، متجمع حوالين ايه ما نعرفش، ودي نو سنترال نيكروز. وبيلزقوكوا في النص الاولاني في الاثنين، لان انتوا مش هتاخدوهم في النص الاولاني. المثال عليهم ساركويدوزيس اند كرونز. يعني ايه؟ ساركويدوزيس الكرونز ده انا هشرحه حصه ونص. فبالتالي اسما بس تابع دي، لان احنا بنتكلم جنرال. كده خلص شابتر الانفلاميشن. خلص، وادي دي سيليكوزيس. ولكن كان في زمان سؤال بيجيبوه مهم في الامتحان اسمه تايب اند فانكشن اوف انفلاماتوري سيل، لان ما كانش مكتوب في الكتاب. اول ما الدكتور علي ربنا يديله الصحه راح مجمعه في الشابتر ما بقاش حد يجيبه. الموضوع اللي قدامكم ده تجميعه انا اوريدي قلتها، بس هو العيال ما كانش بيعرف يجمعوه فكانوا بيجيبوه في الامتحان، فهو الراجل راح كاتبه ما بقوش يجيبوه لانه بقى خلاص اتحول لموضوع حفظ. اكتبوا على التايبس اند فانكشن اوف انفلاماتوري سيل كاتيجري بي. التايبس اند فانكشن، لان كل المعلومات دي اتقالت قبل كده، بنقسم الانفلاماتوري سيلز بطريقتين في التقسيم. اول طريقه على حسب نوع الانفلاميشن. هو احنا بنقسم الانفلاميشن لايه؟ اكيوت وكرونيك. ففي اكيوت انفلاماتوري سيل وفي كرونيك انفلاماتوري سيل. مين اشهر اكيوت انفلاماتوري سيل؟ لسه قايلها من دقيقه، نيتروفيل وماكروفيج. في اكسبشن؟ تعرف اكيوت انفلاميشن ما بيبقاش فيه النيتروفيل اكتر حاجه هي الماكروفيج؟ ايزينوفيل في حالات. طب لو لقيت ان الليمفوسايت وبلازما يبقى ده معناه؟ طب لو لقيت ان معظمهم مونوسايت يبقى ده معناه؟ بس اللاي بالذات التايفويد. فهمتوا حاجه؟ اشهر اكيوت انفلاماتوري سيل هي النيتروفيل، يليها الماكروفيج. مش ده الكلام ده احنا قلناه؟ حضرتك في تقسيمه ثانيه اللي هي الكرونيك انفلاماتوري سيل. مين حضراتكم الكرونيك انفلاماتوري سيل؟ مين الكرونيك انفلاماتوري سيل؟ الليمفوسايت والبلازما سيل والماكروفيج والجاينت سيل، كل دول كرونيك انفلاماتوري سيل. لكن في تقسيمه ثانيه اكوردنج تو فانكشن. التقسيمه الاولانيه اكوردنج تو ايه؟ نوع الانفلاميشن، ودي هدفها ان انا اعرف ده اكيوت ولا كرونيك، اما اشوف دول واشوف دول. في تقسيمه ثانيه على حسب الفانكشن. بنقسم الانفلاماتوري سيل من حيث الفانكشن للاتي:
واهم فانكشن فاجوسيتك سيلز. في عندنا من اللي انا قلتهم دول كام فاجوسيتك سيل؟ واحد. اهم فاجوسيتك سيل في الاكيوت انفلاميشن هي النيتروفيل اللي هي اسمها الثاني مايكروفيج، اللي هي اسمها الثالث اللي هي اما تموت فصل حضرتك بتطلع وعشان تاكل مين؟ كوكا، مش دي خدناها؟ فهي بتاكل الكوكا. ثاني خليه فاجوسيتك هي الماكروفيج، هي مين؟ الماكروفيج حاجه من اثنين، حد يعرفهم؟ يا اما ايميجريتنج بلاد مونوسايت اما تطلع من الدم بس اسمها ماكروفيج، مش ده الكلام اللي احنا قلناه؟ يا اما اكتيفيتد ديشنستوسايت. بتاكل ايه؟ الماكروفيج بتاكل البكتيريا ولكن الباسيلايتد بتتكنسها، بتاكل الفايبرين، بتاكل شويه ار بي سيز، لكن هل لها دور في قتل الاورجانيزم؟ لا، لانها مجرد كناس. بس الماكروفيج بتسكريت حاجات كتير قوي خدناها، فكانت بتسكريت ايه؟ كانت بتسكريت كيميكال ميدييتور، حد عارفها؟ مونوكاين اللي اسمهم ايه؟ انترلوكين 1 وتيومر نيكروتايزنج فاكتور. وكانت بتزيد بتسكريت انترفيرون في حالات الفيرال انفكشن، وكانت كمان بتسكريت جروس فاكتور عشان تعمل ريبير واذر سكريتوري فانكشن كتير. الماكروفيج كمان لها دور في الاكتيفيشن اوف تي ليمفوسايت، لان لسه قلت لكم في الجرانيوما، لان حضرتك الماكروفيج بتشتغل كاي بي سي سيل. خدتوا الكلام ده قبل كده؟ يعني ايه بي سي؟ انتيجين بريزنتنج سيل. فاكرين لما دخلت السيليكا فخدت منها حته واديتها للتي ليمفوسايت؟ فدي اسمها اي بي سي سيل. بتساعد كمان في عمل الجاينت سيل. ايه الجاينت سيل دي؟ الجاينت سيل حضراتكم لو جينا بصينا مع بعض في هذه الصوره دياجرام، دي تي بي جرانيلوما. ادي الصوره الحقيقيه للتي بي جرانيلوما. حد شايف الخليه الكبيره قوي دي؟ الجاينت سيل الخليه العملاقه هي عباره عن لا اما فيوجن اوف ماكروفيج، لا اما ديفيجن اوف ماكروفيج وذاونت ديفيجن اوف سيتوبلازم. فهتنتج عننا خليه عملاقه فيها مالتيبل نيوكليات. هل سيدتكم شايفين خليه عملاقه لها مالتيبل نيوكليات؟ اللي هي في النص دي. ايه فكرتها؟ ليه الماكروفيج تعمل لنا جاينت سيل؟ لو في حاجه عاوزه تتاكل اكبر من حجم الماكروفيج فتقول لك انا وابن عمي على الغريب، يروحوا متحدين مع بعض او تنقسم مضاود ديفيجن اوف سيتوبلازم، فبالتالي تعرف تاكلها. يعني في حاجه قد كده والماكروفيج قد كده، تعرف دي تاكل دي عشان تزود الفاجوسيتك كباست بتاعتها، تعمل ايه؟ تلحم مع اخواتها فتعمل خليه اكبر منها فتعرف تاكلها. خدنا لحد دلوقتي كام جاينت سيل؟ مش في حاجه اسمها فورين بودي جاينت سيل؟ فورين بودي جاينت سيل اللي بتاكل الفورين بودي. في حاجه اسمها هناخدها اسمها لانج هاند جاينت سيل، اسمها ايه؟ اللي قدامكم دي لانج هاند جاينت سيل. اللانج هاند جاينت سيل بنشوفها في حالات التي بي عشان تاكل الكازيش. يبقى دلوقتي من حيث الفانكشن، اول فانكشن الانفلاماتي سيل تشتغل از فاجوسايتوسس. قلنا كام خليه؟ واحد النيتروفيل اللي هي المايكروفيج، اثنين الماكروفيج، وقلنا بالمره الوظائف اللي احنا قلناها قبل كده. في كمان من الحاجات اللي بتشتغل كفاجوسيتك سيلز الايزينوفيل. الايزينوفيل بتاكل الانتيجين وبتاكل الهستامين في حالات الالرجيك زي ما قلنا. في من اذر فانكشن اوف انفلاماتوري سيل الاميونيتي، اميونولوجيكال. لان انتوا عارفين الاميونيتي في جسمنا نوعين، لا اما السيل ميدييتد، مين المسؤول عنها؟ ليه سموا التي تي؟ ليه سموا التي تي؟ لان الماتيوريشن بتاعها بيحصل في الثايمس، والثايمس بتدي، ودي مسؤوله عن السيل ميدييتد اميونيتي. اما المسؤوله عن الهيمورال اميونيتي فهي البي. ليه سموا البي بي؟ لانها في الطيور في البرس او فابريتشيا، وفي البني ادمين في البون مارو، وتتحول لبلازما سيل وتطلع انتي بودي، صح كده؟ بالاضافه لاذر فانكشن كتيره خالص. التقسيمه دي دكاتره كلها كاتيجري بي، لان زمان كانوا بيجيبوها المفروض الطالب يجمعها، المؤلف جمعها قال لك خلاص يبقى ملهاش لازمه. وصلت؟ اوكي كده خلص شابتر الانفلاميشن. وان شاء الله على السايت اللي اقول له شفت انت عندك مشكله، لو طلب اتصل بيا في الامتحان ب 24 ساعه وقال لي ذاكر سنجل شابتر واحتمال انجح، اقول له شابتر تيومر ب 48 ساعه، قال لي وانجح واجيب تقدير تيومر اند انفلاميشن. اما بقيه الشبات المتوسطه الاهميه
ده للشباب المتوسطه الاهميه، بس الباثولوجي مش شابتر، الباثولوجي كاتيجوري. والله لو في شابتر ملوش لازمه بس في باراجراف كاتيجوري وسبته ده تلومنا هذا نفسه. شابتر الريبير، وانا في دماغي اي شابتر عباره عن صوره، شايفين البنت الاموره ديت وهي كانت ماشيه اتشنكلت فجرحت رجلها. ايه اللي بيحصل؟ البنت دي ماكسيموم وذين 3 اسابيع رجليها ترجع زي ما كان. ترجع زي ما كان، ما كانش احسن مما كان. وما فيش اي حاجه في الدنيا تقدر تعمل كده غير الهيومن، يعني الكائنات الحيه. ريبير. ريبير. ريبير ده حاجه في الباثولوجي لازم يبدا بايه؟ ديفينيشن. يعني ايه كلمه ريبير؟ ريبير هو ريبليسمنت اوف دامج التيشو باي نيو هيلثي وان. استبدل النسيج الثالث بسبب انفلاميشن، بسبب خبطه، بسبب تيومر، بنسيج سليم وجديد. لان ده تبع الديفينيشن تايبس الريبير نوعين. واحسن حاجه الدياجرام اللي رسمه الدكتور علي تحيه وتحضير له. جسم الانسان مكون من تيشوز، التيشوز عباره عن خلايا وعن سبورتنج ستروما. لو في حته فقدت من نسيج يعني خلايا وستروما، قدامي طريقتين لتعويضها، لا اما ارجعها بالظبط زي ما كانت. This is regeneration. الريجنريشن هو ريبليسمنت اوف دامج التيشو باي تيشو اوف سيم تايب. فبالتالي هرجع الاستراكشر وارجع الفانكشن. فاهمين حاجه؟ ايه رايكم دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا عارفين لو الانسان كان الريبير فيه فقط بريجنريشن كنا بينا مخلدين. ما نموتش. حته باظت تروح طلع لك حته بدل. دماغك وقعت تروح طلع لك دماغ تاني. ما حصلش. لكن في نوع تاني من الريبير في البني ادمين. بصوا حته باظت بس انا مش عارف ارجعها زي ما كانت، فاروح جايب كونكتيف تيشو واحطه جواها. يعني انا برجع الاستراكشر مش التركيب الاساسي، املى الخرم اسد الخرم لكن ما رجعش الفانكشن. This is repair by connective tissue deposition. في اي حته في جسمك مش عارف تصلحها فتروح مال الديفكت ده بفايبروزس. الفايبروزس يختلف عن فايبروزس تيشو، لان احنا في جسمنا في فايبروزس نورمالي نو. الفايبروزس هو افاسكولار فايبرس تيشو. فايبرس تيشو فاسكولار ولكن هايبو فاسكولار. ما عدا في السي ان اس اروح مالي الخرم بجلايوزس. اشمعنى؟ لان مفيش فايبرس تيشو فايبروبلاست في البرين. صح؟ طب ليه مفيش فايبروبلاست في البرين والسباينال كورد؟ ليه مفيش؟ الاستروما في اي حته في جسمنا الكونكتيف تيشو، في اي حته في جسمنا فايبرس تيشو، لكن في السي ان اس في كونكتيف تيشو ولكن مش فايبرس، اسمه جلاي. فبالتالي اي حته تموت املاها استروما فايبروز، لكن السي ان اس املاها جلايوز. ليه؟ الدكتور قال لي عشان ما فيش اساسا فايبرس تيشو في البرين. قلت له خلاص، ليه بقى ربنا ما خلاش فايبرس تيشو في البرين؟ جلاي تيشو. ليه خلق جلايل ما خلقش فايبرز؟ مالها يا دكتور؟ فانكشن ايه؟ انت يعني هي سخنتك كنت بتقول اي كلام؟ ما هو ازاي الكلام ده؟ هي ايام سودة. اولا الجلايل تيشو عامل زي الفايبرس تيشو بالظبط. فيزيكال سوري كيميكال وتحت الميكروسكوب وتحت الالكترومايكروسكوب بيفرقوا في حاجه واحده. فيزيكال بروبرتي. مين فيهم يوصل الكهرباء؟ اللي يوصل الكهرباء الفايبرس وليس الجلايد. ليه بقى؟ لان حضرتك السي ان اس فيه نيرفس البودي، صح دي؟ دي اللي بيطلع منها الاكشن بوتنشال وتمشي في الاكسون. الكونكتيف تيشو هو نسيج الضام لان هو بيضم الخلايا مع بعض. لو ربنا كان خلق في البرين فايبرس تيشو والفايبرس تيشو لسه من دقيقه واحده قلت لكم ان هو الكتريكالي كوندكتيف يوصل كهرباء، كانت هنا تطلع اشاره عصبيه من اريا موتور اريا 4 عشان احرك ايديا. فالفايبرس تيشو اللي ربنا كان خلقه والحاشا لله كان يكونفي على الاوكسيبيتال، فشوف هالوسينيشن، يكونفي على الموتور اريا كلها فيحصل لي كونفولجن، على الميكتيريشن سنتر اتبول على نفسي ابقى ملمس. عرفتوا ليه ربنا ما خلقش الكونكتيف تيشو في البرين فايبرس؟ لان الفايبرس تيشو از الكتريكوندكتيف وربنا راح خالق جلايل. فهمتوا اللي انا بقوله؟
يبقى اذا الكونكتيف تيشو ديبوزيشن في اي حته يبقى باي فايبروز في سي ان اس. ليه؟ عشان الجلايد تيشو از الكتريكالي ان كوندكت، فما ينفعش ان انا احط الفايبرس في البريت. هاي تاني يعني ريبير مره ثانيه، ريبير از ريبليسمنت اوف اي دامج تيشو باي نيو هيلثي وان. في كم نوع؟ نوعين، لا اما ريبير باي ريجنريشن، يعني ريجنريشن إعادة الخلق، الريجنريشن يعني ريجنريشن، ريبليسمنت اوف دامج تيشو باي تيشو اوف سيم تايم، لا اما ريبير باي كونكتيف تيشو ديبوزيشن في اي حته باي اكسبت ان سي ان اس باي. في اي صعوبه؟ اوكي. النقطه اللي بعديها، وده على فكره ده الديفينيشن كاتيجري ايه؟ السؤال ده بينزل في الامتحان كاتيجري ايه؟ وات ديترماين تايم اوف ريبير؟ ايه اللي يتحكم، مش الريبير نوعين؟ ايه اللي يتحكم ان انا خلايا عندي فقد تيشو فقد يرجع زي ما كان، او مجرد ان انا سبت الفورم اللي فيها؟ اللي بيتحكم، اهم فاكتور يتحكم في التايب اوف ريبير هو تايب اوف ذا دامجد سيلز، نوع الخلايا اللي ماتت. لان حضراتكم بنقسم خلايا جسمنا على حسب قدرتها على التكاثر وتعويض ما يفقد منها لثلاث عائلات. حضراتكم قبليها هراجع معاكم الهيستولوجي كده بسرعه، لان انتوا هاخدكم فحت ورد. في حاجه اسمها سيل سايكل، حد سمع السيل سايكل؟ السيل سايكل لو الخليه جوه السايكل معناها الخليه بتديفايد، بره السايكل معناها ان هي ريستنج واعي. بره السايكل ده اسمها الجي. يعني ايه كلمه جي؟ جي يعني جاب، ما بتعملش حاجه. بعد جي زيرو لو انت دخلت بدات تنقسم بتخش في حاجه اسمها جي زيرو، تخش ايه؟ جي 1. يعني ايه جي 1؟ يعني جاب 1. بتعمل ايه؟ بتحضر اللي بعديها، ما بتعملش حاجه، بتحضر. لان بعديها اسمها الاس فيز، يعني ايه؟ سنسس، بتبدا تدبلكيت الدي ان ايه بتاعها. وبعديها مش عملت حاجه؟ جي 2. تريح تاني، جي 2. وبعد ما تريح تاني تحضر اللي بعديها، اللي بعديها اسمه ايه؟ ام فيز، يعني ام مايتوزس تنقسم. وبعديها لا ترجع جي 1 وتفضل تتكاثر، لا اما تطلع بره وتريح في جي 0. في اي صعوبه؟ ده استنشاط. بنقسم خلايا جسمنا من حيث قدرتها على الانقسام وتعويض ما يفقد منها لثلاث عائلات. اللي بيحكم نوع الريبير هو تايب اوف دامج سيلز. اول نوع من خلايا جسمنا اسمها لابايل سيلز. اسمها ايه؟ لابايل. يعني كلمه لابايل بالعربي حركه نشيطه، ولكن ساينتيفيكلي لابايل سيلز دي سيلز كونتينيوسلي ديفايد اكتيفلي ثرو اوت لايف تو ريبليس نورمال سيلز. هذه الخلايا بتتكاثر عمال على بطال على طول، ما بتقفش. ليه؟ لان هي نورمالي بتفقد، فدي بتعوض. فبالتالي النقطه الثانيه، هذه الخلايا لها شورت او فيري شورت ولا لونج جي زيرو؟ طالما هي بتنقسم على طول هي ايه؟ فيري شورت او مفيش خالص جي زيرو، تعوضوا في السايكل. طب بالعقل، يبقى الخلايا دي لما تحصل لها دامج دي هيل باي ريجنريشن ولا كونكتيف تيشو ديبوزيشن؟ ريجنريشن، لان قدرتها على الانقسام سريعه، ماتت شويه هتروح معوضه. الاكزامبل اخر نقطه، مين الخلايا في جسمنا بقى اللي هي لاباي؟ ودي بيجيبوها في الام اس كيو. كل الابيثيليال سيلز، كل الايه؟ تعرفوا الابيثيليال؟ السكين والميوكس ميمبرين. حضرتك وانت بتاكل في اليوم بتتكلم 120,000 خليه من اورال ميوكوزال سيلز بتموت. هل حد فينا بيلاقي بقه يلزق بعد كامل فايبروزس؟ خالص. يعني دي لابايت سيلز. اثنين، الهيماتوبيوتيك والليمفويد سيلز، كرات الدم بتاعتنا بتموت بعد 120 يوم. هل بعديها الدم بتاعنا بيقف؟ بيعوض مره ثانيه. فهمتوا النقطه؟ فاللابايت سيلز التعريف، دي سيلز ديفايد كونتينيوسلي اكتفلي ثرو اوت لايف تو ريبليس نورمال سيل لوس، لها فيري شورت او نو جي زيرو، قدرتها على التعويض رائعه، فبالتالي هي بتهيل باي اونلي. الاكزامبل عليها الهيماتوبيتك والليمفويد والسيرفيس ايبيثيليال سيلز. المشكله يا دكتور لما بيكون في جرح، يا دكتور انت ما خدتش الجرح
لان الجرح ده في حاجه اسمها ابريجن وفي حاجه اسمها السر وفي حاجه اسمها وانا هشرحهم لك. لا مش قصدي كده يا دكتور، والله عارف ان انت قصدك عم بتعمل جرح بيسيب اثر ديفيدنت ريجينيشن، بس انا ما بشرحش الكلام ده، انا بشرح على مستوى السلس بعد دقيقه واحده لو صبر الايات اللي على المكتوب بالظبط. فاهدى بقى كده وخليك رويح روق. النوع الثاني من انواع الخلايا العيلة الثانية اسمها الستيبل او الكويسة نسل، حاجة اسمها ايه؟ كويسة. ستيبل او الكويسة نسل، يعني ايه كويسة؟ يعني ستيبل، يعني ستيبل، يعني رزين، معنى ان كلمة كويسة دي كلمة بيستخدمها مصريين. وصلت مع واحد مصري هاو دو يو دو؟ قلت له انت عامل ايه؟ قلت لك انا كويس. انا كويس دي جاية منين؟ كويسة. المصريين كانوا محتلين انجليزي. فكويس دي معناها كويسة. يعني رزين قاعد حلو بعقلي تمامي. فاهمين اللي بقوله؟ والمصريين بيتكلموا لاتيني زي ما قلت لكم. المصري يقول على الحجر طوبه جاي من كلمه توفس، توفس يعني حجر عندي اتسترا اتسترا. ويقول ايه على البقليله اللي بتطلع في الجرح؟ بولي يا بقليله جاي من بولي عندي اتسترا. ايه الكلام؟ المهم الستيبل او الكويسه سيلز دي سيلز have a limited capacity of division بتنقسم بس مش زي اللي قبليها رزينه مش عمال على بطال. have a limited capacity of division يعني معناها بتخش في جي زيرو وتقعد شويه ولا ما بتقعدش اطول من مين؟ من لابايا. ولكن على حسب الحاجه اللي اذتها. لو الحاجه اللي اذتها كانت عنيفه يقول لك خربانه خربانه والله ما انا متكسر. فتيل باي تو افكتيف ديجيتال ديبوزيشن فايبروس. الحاجه كانت ضعيفه ممكن تهيل باي ريجنريشن. فبالتالي الستيبل او الكويسه السن تهيل باي ريجنريشن اور باي فايبروسس. اوف على حسب الانجوريس ايجنت الحاجه اللي اذيتها والاكستنت بتاعته. الاكزامبل عليها كل البارينكيميت السن. تعرف ايه بارينكيميت؟ البارينكيميتس الاكتف الخلايا اللي بتشتغل زي الهيباتوسايت زي الرينال تيوبولار سيلز زي الجلاندولار ايبيثيليوم زي الميزينكايمال سيلز. تعرف الميزينكايمال سيلز الحشويه زي فايبروبلاست سموث ماسل كارتج بون كل دول ار ميزينكايم. عشان الام سي كيو which of the following is not a labile cell is not ويقول له squamous cell يقول له transitional cell يقول له glandular epithelium cell يقول له احنا قلت ايه؟ squamous transitional glandular epithelium يقول له nerve cell which ها؟ الجلاندولار epithelium مش لاباي ولكن ستيبل. النيرف سيل هناخدها دلوقتي دي بيرمنت اتفقنا؟ ويفضل اخر مجموعه من الخلايا واللي عشانها كفر هذا العالم الروسي. خلايا اسمها بيرمننت او نون ديفايدنج سيلز. البيرمننت او نون ديفايدنج سيل هو اللي قال عليها العالم الروسي ان دي خطا ارادي. لان البيرمننت او نون ديفايدنج سيل ذيس سيلز نيفر هاف نو كاباستي اوف ديفيجن ان بوست ديتا لايف. مخنا كله كان خليه واحده اسمها ميدالوبلاست قعدت تنقسم لحد ما عملت المخ بتاعنا والسبينال كورد. ولكن بعد ما اتولدنا ربنا شال منها السنتريولز فبقت بيرمننت. يعني ايه بيرمننت؟ يعني تفقد ولا تعوض. خلايا الاسترايتد ماسل القلب والعضلات واحنا صغيرين انقسمت واحنا بطن مامتنا وقبل ما نتولد اتشال منها السنتريول فتفقد ولا تعوض. البيرمننت سيلز these cells have no capacity of division in postnatal life. دي معناها ان هذه الخلايا اخبار الجي زيرو بتاعتها ايه؟ هي قاعده في جي زيرو ولا توجد قوه على وجه الارض تدخلها في السيل. دي معناها اما هي يحصل لها دامج تهيل باي ريجنريشن ولا كونكتيف تيشو ديبوزيشن؟ قول لي كونكتيف تيشو ديبوزيشن. لو هي كريستريتد ماسل او كاردياك ماسل هتيل باي فايبروس. لكن لو هي نيرف سيل هتيل باي جلايوز. مفهوم اللي انا بقوله؟
لان النفس اللي بيسموه ايه نيرون. فبيقول لينسكي النيرون بيهيل باي جلايوزس. تعرف النيرون يعود حاجه بس عشان يستولج طلع لو سخيت حضرتك. التيومر خليه اتجننت وبدات تبروليفريت. هل التيومر ينفع يطلع من بيرمن سيل؟ ينفع في تيومر في بيرمن سيل؟ اه طبعا في. لان ببساطه خالص فقد السندرومير السنتريول هي تعمل لنفسها واحد وده انقسم. يعني في تيومر يطلع من نيرف سيل؟ اه طبعا النيوروبلاستوما والجانجليولوسايتوما وكل ده. في تيومر بتطلع من استريتد مصر؟ اه رابدو مايوما ورابدو مايساركوما. حد فاهم حاجه؟ اللي بتوع الاستولوجي كان يقول لك اه في برين تيومر بس ما تطلعش من نيرف سيل تطلع من الكونكتيشن. فاكرين الكلام ده؟ الجلاير مش حقيقه. يطلع من ده ومن ده. النقطه اللي بعدها هل الرب اخطا عندما خلق الانسان ببرمنت سيل؟ على حسب انت بتكلم مين؟ بتكلم واحد مؤمن بشر انهم يعني فانيين غير غير يعني. فربنا عمل كده عشان يموتوا. فلو هو مؤمن يقول لك شفت ازاي ارحمتني. لكن لو واحد بقى ملحد تقول عشان ربنا عاوزنا نموت وداخلين ترد عليه بالعلم بقى. تقدم العلم فتره طويله جدا وعرفنا حاجه هي النيرف سيل والاسترايتد ماسل سيل الخليه اكتف ولا مش اكتف؟ ريموست اكتف هاي اكتف. لو ربنا كان ساب فيها السنترليوز وهي بهذه الاكتيفيتي كانت هتبدا تديفايد بشكل ان كنترولد ويحصل تيومر. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ فربنا شالها لحمايتنا من التيومر. هيجي الملحد يقول لك طب ما ربنا كان قادر ان هو يخلقها ويعمل لها من الميكانيزمات اللي تحميها ان يحصل لها التيومر. تروح رجاله تاني واحنا هنعيش على طول ولا ايه؟ تبير خلص يوم انك له تايب اوف دامج سيل. عندنا كام نوع من الخلايا؟ الا باي تهيل باي قول واحد الستيبل كويسه تهيل باي ريجيدريشن اور كونكتد تيشو ديبوزيشن فايبروس. اما البيرمننت قول لي كونكتد تيشو ديبوزيشن لو هي استرايتد فايبروزس لو هي نيرف سيل نيرون جايز. النقطه اللي بعديها وهي الكاتيجوري ايه؟ فاكتور افكتنج ريبيت. خلي بالك اللي انا قلته ده تي اللي يتحكم في ريبير حاجه واحده. فاكتور افكتنج ريبير دول مجموعتين. اول حاجه فاكتور افكتنج الافشنسي اند تايم. ده سؤال بينزل في الامتحان بثمان درجات. فاكتور افكتنج الافشنسي اند تايم هو جزء من سؤال البوم فراكشر هيلينج. فاكتور افكتنج الافشنسي اند تايم يعني ايه كده بالبلد؟ يعني واحد اتجرح وواحد اتجرح. فور اكزامبل مين فيهم يخف بشكل احسن واسرع؟ فاهمين حاجة؟ في عندنا 8 فاكتور يتحكموا في الافشنسي اند تايب اوف ريبير. 4 لوكال في الحتة اللي حصل لها دامج. و4 جنرال في بقية الجسم. الأربعة اللوكال، أول واحدة قلناها تايب اوف دامج التيشو. تتوقعوا مين اللي جرحه يخف أحسن وأسرع؟ اللابايل ولا ستيبل ولا بيرمننت؟ أكيد اللابايل. احسن من الستيبل والستيبل احسن من بيرمننت. وتاني حاجه لوكال برضو بكلمه دامج اكستنت اوف تشو دامج مين اللي جرحه يخف اسرع؟ اللي يضربه بعصايه ولا يضربه بطياره ولا غواصه؟ فاهمين حاجه من اللي بقولها؟ فالاكستنت اوف تشو دامج ياثر على الافشنسي والتايم. يبقى لوكال اتنين دامج تايب اوف دامج التشو اكستنت اوف تشو دامج. ثلاثه البلاد سبلاي مين اللي جرحه يخف اسرع؟ واحد عملنا له جرح في حته فاسكولار ولا حته اسكيميك؟ تعرف يعني كلمه اسكيميك؟ نقص البلاد سبلاي. مين اللي يخف اسرع؟ فاسكولار. لان عشان نعمل ريبير احنا محتاجين بروتين ومحتاجين حاجه ومحتاجين دم. صح؟ وعشان كده عيان السكر جرح يخف بسرعه؟ لا. ليه؟ عشان السكر كل فكرته انه بيعمل فاسكولوباسي. لان بيتخن الولوب فيزل وبينقص الدم اللي بيروح للتيشو. اللي بعديها مين اللي جرحه يخف اسرع؟ اللي جرحه انفكتد وفيه فورم بورم ولا اللي جرحه كلين وما فيهوش فورم بورم؟ بسيط. حد فيكم قبل كده اتبطح شق راسه وراح اتخيط لقى الدكتور اللي بيخيطه ميزه الحلو ده نص ساعه عمال ينضفه ويحلق له الشعر ويحط له بدلين وميه اكسجين ويرجع ينظف تاني في لحظه واحده يروح واخد الغرز. ليه بينظف؟ لان لو في انفكشن
في فورين بودي معناه الانفلاماتوري سيل بتطلع بروكاريوتيك انزايم، فكل ما هيحصل ان الجرح يخف هيتاكل. فهمتوا حاجه؟ سو اربع حاجات لوكال بتتحكم في الافشنسي اون تايم. نقولهم تاني عشان تكرار بعد مش طار. واحد طيب اوف دامج تيشو، اثنين ستيت اوف تيشو دامج، انا بحفظهم مع بعض عشان دامج، ثلاثه بلاد سبلاي، اربعه البريزنس اوف انفكشن او بريزستنت او فورم بوب. اربعه جنرال في بعيد الجسم. واحد الاتش تترفعه مين جرح الخف اسرع واحسن، العيل الصغير ولا الراجل العجوز؟ ليه العيل الصغير؟ ليه؟ عشان الايبوتوسس بيبقى اعلى في الكبار. ايه؟ عشان الايبوتوسس بيبقى اعلى. اسمها ابوتوسس بصراحه. مش خدتوا الهورنر سندروم؟ اه. هورنر؟ هورنر. انتوا بتقولوا ده بيحصل فيه بوتوسس؟ لا لا. ولا فيزيوتوسس؟ يبقى هو اسمه ابوتوسس وليس بوتوسس. وبعدين انت بتقول كلام مكانس يا؟ لا اديتكم ابوتوسس؟ اكفر 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 اعصابك. سهله جدا يا دكاتره، لان انا قلت لكم اللابيل سيكس بتتكسر عماله على الطبقه، لكن اللي بيتحكم فيها العمر الرقم. في السن الصغير كلها بتتكسر عماله على الطبقه، كل ما نكبر كل ما عدد التكاثر يقل. فبالتالي لان الانسان جسمه ستاتيك ولا دايناميك؟ دايناميك ما عدا البيرمنت سيل. واحنا اطفال الريت اوف انابوليزم يعني التكاثر اعلى من الريت اوف كاتابوليزم يعني التكسير. فبالتالي لو الجرح وعيل صغير عنده ريت اوف انابوليزم عالي فسهل يعوض، لكن العجوز العكس. مفهوم اللي بقوله؟ جنرال الايدج السن الصغير احسن. اثنين النيوتريشن، مين اللي جرح يخف بسرعه؟ اللي بياكل بروتينز وفيتامين ومينرال ولا المال نارشد وما بياكلش؟ اللي بياكلش يخف اسرع ولا اللي بياكل؟ ليه اللي بياكل؟ لان انا هعوض خلايا، ما الخلايا دي عباره عن بروتين. هعوض كولاجين، ما الكولاجين ده عباره عن زنك. هعوض نور، ما عباره عن فيتامين دي. والمصريين من اكثر شعوب العالم حضاره، عرفوها زمان. الست بعد الولاده بيبقى في جرح في البلاسينتا بتاعتها، الدايمتر بتاعه كام سنتي يا شاطرين؟ 25 سنتي، اللي هو مكان البلاسينتا في اليوترس. الستات المصريين في بعضهم من اصول عربيه، وبالذات عندنا في الصعيد، الست دي ما تاكلش لحمه ولا تاكل معانا اساسا. يبقى الرجاله قاعدين ياكلوا هم والعيال، وبعد كده زي الاسود يروحوا واكلين، فما تبقى من فتات الاكل او اللحمه يخلوا للستات. في اي صعوبه؟ لكن خلي الست الصعيديه دي تولد، ساعتها كل اللحمه اللي في البيت يدوها لها. ويقولوها في المثل، الست بعد ما تولد امها تقول لها الواد ينزل من هنا تحط بداله الفرخه من هنا. ليه؟ فيري ريتش ان بروتين. فهمتوا حاجه؟ تعلموا، هم اتعلموا بالفطره بالجينات. فاهمين اللي انا بقوله؟ عندنا الحاجات اللي بقيه الجسم بتتحكم، الايج نمبر 2، نيوتريشن نمبر 3، كورتيزون اند سايتوتوكسيك. الكورتيزون والسايتوتوكسيك بيقللوا السايتوتوكسيك دراج اللي ما يعرفش اللي هي الكيموثيرابي، ادويه علاج السرطان. دي بتقلل نسبه تكاثر الخلايا. فبالتالي لو واحد عنده سرطان واحد بياخد كورتيزون جرحه يخف بسرعه ولا ما يخفش؟ ما يخفش. الاندوكراين ديزيز زي الكوشنج عشان الكورتيزون والدايابيتس، جرح عيال السكر يخف كويس ولا ما يخفش؟ ليه؟ عشان اثنين لوكال فاكتور اللي قلتهم. لان نمره واحد في اسكيميا هيعوض ازاي؟ نمره اثنين في بريزستنت انفكشن، لان السكر بيخفض المناعه زي ما قلنا. مفهوم؟ في عندنا كام فاكتور يافكتنج الافشنسي اند تايب اوف ريبير؟ ثمانية، اربعه لوكال واربعه جنرال. ايه اللوكال؟ تايب اوف تيشو دامج والاكستنت اوف تيشو دامج. اثنين فلاتس اوف بلاد، بريزنس اوف انفكشن وبريزستنت اوف فورين بودي. جنرال الايج، النيوتريشنال ستيتس، الكورتيزون والسايتوتوكسيك، الاندوكراين زي الكوشن بوتاتس. اخر نقطه واروح. ايه الفاكتور كنترولنج الميكانيزم اوف ريبير؟ قبل ما ابدا، الفاكتور كنترولنج ميكانيزم اوف ريبير كاتيجري بي، لحد دلوقتي كل اللي قلته في الريبير كان كاتيجري ما عدا دي. ليه بقى ما عدا دي؟ ايه دول؟ يعني ايه فاكتور كنترولنج ميكانيزم اوف ريبير؟ الريبير ببساطه بينا وبين بعض مش عباره عن خلايا دكتور،
فخلايا تانية تتكاثر عشان تعوضها. طبعا عشان دي مصيبة ده انا بقوله ده. خلايا فقدت فالخلايا اللي جنبيها تتكاثر عشان تعوضها، صح كده؟ السؤال السري الميكانيزم، ازاي لما خلية تفقد الخلايا اللي جنبيها تعرف فتبدأ تتكاثر؟ ايه ده؟ السؤال ده لم يحل حتى الآن. لأن ببساطة خالص لو عرفنا ايه اللي يخلي الخلية تبدأ تتكاثر هنعرف ازاي الخلية تبدأ تتكاثر وتعمل سرطان، فهندي حاجة ضدها فهنعالج السرطان. في أسهل من كده؟ من سنة 60 وهم حاولين يفسروا ازاي الخلايا بتبدأ تتكاثر، يعني ازاي بتعمل ريبين، من سنة 60 حطوا ثلاث نظريات وليست حقائق، وكل يكتب وجهة النظر المعارضة. ففي طلبة متخيلين ان ده اللي بيحصل، ده ما بيحصلش، دي ثيوريز. ثلاث نظريات، اول نظرية هوريها لكم فيديو، مش معنى ان اوريها لكم فيديو ان هي بتحصل. اول نظرية قال لك اللي مسؤول لو خلية ماتت الخلايا اللي جنبيها تعوضها مواد كيميائية احنا هنسميها جروس فاكتور. بصوا معايا، ادي دي خلية، حد شايف الخلية؟ اي خلية عبارة عن سيل ممبرين فوسفوليبيد بايلية. ففي خلية جنبيها ماتت، خلية لما تموت بيطلع منها كيميكال ميدييتر فتيجي الانفلاماتوري سيل. مين اهم انفلاماتوري سيل بتطلع جروس فاكتور؟ الماكروفيج. فتيجي الماكروفيج تطلع جروس فاكتور اللي جابتها الخلية اللي ماتت. ادي الجروس فاكتور اهو، شايفين الكره الحمراء اللي هتظهر دلوقتي؟ مش هتظهر دلوقتي، شايفينها؟ تيجي قال ايه يا اخويا على الخليه اللي هي جنب الخليه اللي ماتت، فتروح جايه لازقه على جروس فاكتور ريسبتور، فتروح مدخلاها من جي زيرو جوه السايكل، فتبدا الخليه تتكسر. ايه رايكم في النظريه دي؟ حلو. والدليل قال احنا لقينا جروس فاكتورز، لقينا مجموعه مش كبيرة خالص، لقينا حاجة اسمها ايبيديرمال جروس فاكتور. حاجة اسمها ايه؟ ايبيديرمال جروس فاكتور. الايبيديرمال جروس فاكتور بيعمل بروفريشن للابيثيريال سيل والفايبروبلاست. بليتلت درايف جروس فاكتور بيشتغل على السموث ماسل والجلايال تيشو، خليها تتكاثر. ترانسفورمينج جروس فاكتور الفا يخلي الفايبروبلاست تتكاثر وفي نفس الوقت يكسر الكولاجين. يعني لو ستيميلاتري وانهبيتري. ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا نفس الكلام، لو ستيميلاتري وانهبيتري. قال لك ازاي؟ يعني مادة واحدة تقول لي عليها خليها تتكاثري ونفس المادة تقول لها انهبيتري؟ سهلة. أما الخلية تبدأ توصل للفانكشن بتاعتها هي كانت الريسبتور اللي هي مطلعها ستيميلاتري. وانس إن وصلت للعدد تروح قلب الريسبتور. فيجي نفس المادة تقول لها ستوب، فهمتوا حاجة؟ إيه رأيكم في هذه النظرية؟ حلوة صح؟ نظرية زبالة. لأن كل المواد الكيميائية اللي أنا قلتها لكم دي هل بتفسر لنا كل الخلايا إزاي تتكاثر؟ وزيتكم الشعري جبنا المواد اللي هم بيقولوا عليها دي بيخلي الخلايا تتكاثر، وجبنا تيشو كلتشر. تعرف ايه تيشو كلتشر؟ خلايا في المعمل حي حطينا عليها الجروس فاكتور، تفت على الجروس فاكتور ما عملتش حاجه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ از ات افاكت؟ هل الجروس فاكتور هو ميكانيزم اوف هيلينج باي ريجنريشن؟ نو. راح واحد بعديها قال لك لا الجروس فاكتور دي نظريه زباله، وحط الراجل ده ما كانش واخد ولا طب. معايا كده يا حبيبي؟ ادي دي قال لك ان خلايا جسم الانسان دي سايبه ولا متزبعه؟ متزبعه. تعالى نتكلم، لان خلايا جسم الانسان ليست انفايرمنت، في حاجه اسمها ماتكس هو ليس المعلومه دي. فقال لك لو في عندنا ابره دي نيدل اهي وعورنا منها خلايا نورمال، لو الخلايا بلزقه ببعض كل خليه بتقول اللي جنبيها ستوب بروليفريت ستوب بروليفريت. فلو الخلايا دي ماتت مفيش حاجه هيقول لي دي ستوب بروليفريت ومفيش حاجه هتقول لي دي ستوب بروليفريت، فبالتالي هيبروليفريت لحد ما يجين كونتاكت تاني، فسموها نظريه الكونتاكت انهبيشن. نظريه دي يعني وجود الخلايا ان كونتاكت بتنهبت البروليفريشن. فلو انا عورت الخلايا راح الكونتاكت فهتبدا تبروليفريت لحد ما تريجين الكونتاكت. وسمى هذه النظريه سيل تو سيل انتر اكشن، لان الخلايا بتتعامل مع بعض، او سموها نظريه الكونتاكت انهيبيشن. ايه رايك في هذه النظريه؟ انتوا شفتوها قدامكم يعني، والفيديو اللي فات ده كان على تيشو كلتشر. ايه رايكم في هذه النظريه؟ زباله. ليه زباله؟ لان هو عمال على تيشو كلتشر خلايا جسم الانسان ليست في سيل تو سيل، في ماتريكس ان بتوين، صح كده؟ نمره 2 ايه بتقول لها ستوب بروليفريت دي؟
هو انتوا بتاكلوا بلوصه؟ يعني ايه ستوب بروليفريت؟ يعني ازاي؟ قالوا بسيطه، هي بتطلع مواد كيميائيه بتقفل البروليفريشن، وانا تعالى لا هسميها كالونز. هسميها ايه؟ وجزمه اللي ينطقها في الشفوي شالونز. لان كالون دي كلمه المصريين بيستخدموها، يعني ايه كلمه كالون؟ قفل. وقال لك زي حاجه اسمها ترانسفورم جروس فاكتور بيتا، وبعد كده طلع ان ما بيعملش اي حاجه. لحد هذه اللحظه لم يكتشف كالون واحد. لم يكتشف. يعني دي نظريه ولا فاكت اللي انا قلتها دي؟ فهمتوها؟ راح مطلعين بعديها نظريه اوسخ منهم هما الاثنين. النظريه الاخيره اسمها النظريه المصريه، مش اللي عملها واحد مصري ولا حاجه. انت عاوزين تعملوا اي نظريه في الطب؟ خدوا نظريتين ادمجوهم في بعض. اه والله. فقال لك اللي هو الاخير ده، ده كان في اواخر الثمانينات. بعد 86 كمان. حضرتك طلع الراجل ده وقال لك بص جروس فاكتور نظريه زباله. سيل تو سيل ده ما كانش واخد ولا طب اساسا اللي حطها، لان خلايا جسمنا ليست اندايركت كونتاكت، صح كده؟ فقال لك انا هعمل نظريه اسمها نظريه سيل تو ماتريكس انتراكشن. سيل تو ايه؟ مش هو في ماتريكس من الخلايا؟ قال لك بص بقى كده، ايه السيل تو ماتريكس ده؟ احنا عندنا الخلايا مش بنلزقها ببعض، لكن اللي بيلزقها ماتريكس جلايكوبروتين خدناهم قبل كده اسمهم فايبرين واكتين ولاملين. لو اتعورت هيبدا الماتريكس يطلع ديجريد، فهو يشتغل كجروس فاكتور على الخلايا السليمه اللي على الاطراف فيخليها تبروليفريت لحد ما هم يرجين كونتاكت يستوب بروليفريت. هو استخدم ايه؟ استخدم ان الماتريكس اما يحصل له انجري هيطلع منه جروس فاكتور. يعني اعتبر ان نواتج التكسير بتاعته دي جروس فاكتور. فهي مهمه ان الخلايا اللي السليمه هتبدا تبروليفريت وتفرنشيت ومايجريت لحد ما يرجين الكونتاكت يستوب مره ثانيه. هو عمل ايه؟ دمج النظريتين في بعض. يعني المسؤول عن تكاثر الخلايا هو الجروس فاكتور لان مفيش كالون اكتشفت، وفي نفس الوقت قالك اللي مسؤول عنها ان هي كونتاكت انهبيشن. ايه رايك في النظريه دي؟ ازبل من الزباله. ازبل من الزباله. لا 86 دي طلعت النظريه في ايدينا عشان نفسر بيها. الجروس فاكتور بتساعدنا في حاجات معينه. السيل تو سيل كونتاكت بتساعدنا. السيل تو ماتريكس بتساعدنا لحد ما يجي اليوم اللي نعرف فيه الاكزاكت كنترول اوف سيل بروليفريشن. فاكتور كنترول ميكانيزم اوف ريبير كاتيجوري بي. النظريات دي نظريات وليس حقيقه. ولكن بتساعدنا في التفسير. لحد النهارده there is no exact etiology of tumor and there is no exact mechanism of cell proliferation. ما خلصتش محاضره بكره ان شاء الله بدري الساعه 7.